في خاطرك. امين يا رب. هي بغي نعاود بزاف. قلب عامر، عامر اخويا بدر. مرحبا. شنو الاسم مستعار اللي غاتعطينا؟ ايمان. ايمان، يا ايمان. ايمان مرحبا صوتي بيك، مبدل ياك صوتك اخويا راه بدر. مبدل. لو بغيتي تدخلي اللايف تاكدي، خذي راحتك، تقدري تدخلي اللايف لو لا بغيتي ما تاكدي. بغيتش ندخل، لا ما بغيتش ندخل لايف. مرحبا ايمان، تفضلي عاودي قدك اللي حبك بغيتي، الجنة اخويا بدر. حنا تنسمعوك يا ايمان. صراحة أنا متوترة شوية و خلوها في نفس الوقت. شوف خدي راحتك، صوتك مبدل، سميتك مبدله، ما كاينش اللي عارف شكون انت، ما كاين اللي عارف حتى شي حاجه. بعض المرات تنحتاجو نخويو قدام العالم وما فيه، فاليوم عندك فرصه باش تخوي كاع داكشي اللي ضاعك. لا انا اصلا ما عنديش المشكل عادي، حيت انا اصلا قصدي كل شيء كيعرفها وما عنديش المشكل، ولكن انا غير ما بغيتش توصل. راك عارف المشاكل وصافي. تفضلي. المهم ما عرفتش الصراحة منين غادي نبدا لك. من الأول واخا غيابات. المهم غادي نبدا لك القصة ديالي من الاول، يعني من الاول باش تفهم بزاف. المهم انا كنت عايشة في العربية، يعني بيني وبين خوتي، يعني كان عندي 5 الخوت الله يخليهم ليا، وانا الاخرى في خوتي، يعني كانوا خوتي مزوجين فاش زادت انا، يعني كتب التهديد كانوا كبارين عليا. المهم كنت مفشة عندهم، مفشة عند الوالد ديالي، كان اي حاجه كان بغيها كيحضرها لي، وكان ما كيخسر لي حتى شي حاجه، يعني اي حاجه كتكون ديالي، اي حاجه طلبتها المهم كتكون. كنت عايشه بخير، ما خصني حتى شي حاجه، يعني ما عندي حتى شي مشكل، لا مع خوتي لا مع العائله لا مع حتى شي واحد. كنت عايشه حياتي عادي بحال اي بنت. المهم في هذيك الوقت، وكنت انا كنعرف واحد شخص، يعني شويه من العائله، كانت عندنا العلاقه يعني محترمه، يعني ما عمرنا فتنا الحدود ديالنا ولا شي حاجه. المهم هذاك الشخص كان شويه كيجينا من العائله. المهم انا فين غتقلب حياتي اخويا بدر، تمك على فكرة الوالدين. ردي الميكرو كي كان في الأول. إيمان، قلت لك اخويا بدر انا فين غتقلب حياتي 180 درجة من بعد الموت الوالد ديالي، يعني اللي جا على غفله، اللي كانت صدمه بالنسبه لي، اللي يعني ما مرض ما تجي حاجه جاتني مفاجاه. هنايا فين غتقلب حياتي، يعني مرضت ضعافي، دخلت في صدمة، اكتئبت، حيت يعني كنت العلاقة ديالي بيني وبين الوالد ديالي كانت علاقة متعلقة بيا بزاف، يعني كان كتشوف ان شخص جوج مصاحبين بيناتهم، يعني ما كانش يعني كتقول ان هذه بنت، حيت انا صغيرة في خوتي كان فتشني بزاف، يعني اي حاجة كانت كان بغيها كيحضر علي، مسكين الله يرحمه الله يخليه لي. يعني ان شاء الله نتلاقاو انا وياه في الجنه، هادشي اللي كاين. ما يسمحوا لي حيت انا شويه متوتره. لا عادي عادي، انا معاك. المهم صافي، ديك الساعه كانوا خوتي يبداو كيضغطوا عليا، كيقولوا لي خصك تتزوج وانت هنا وصلتي للستين، وخصك هادي، وشحال قدك ما تبقى بوحديتك، وما يمكنش تبقى هكا، خصك ديري دارك، يعني بداو كيضغطوا عليا بهاد الفكره هادي. واخا يعني في الاول قبل ما يموت الوالد ديالي كانوا كيجيو يخطبوني ناس، كنت كنرفض، حيت انا قلت لك كانت عندي علاقه مع هذاك الشخص، انا هذاك بغيتو، حيت كان يعني ما كنتش ديك الساعه كنفكر في الزواج، حيت كان كيقول لي انا كنكون راسي وغادي نجي نخطبك ان شاء الله. صافي المهم كنت كنلقى الضغط من عند خوتي، ومشيت هضرت معاه، قلت له شوف انا عائلتي باغيين يزوجوني، شني كاين. قال لي صافي انا غادي نهضر مع والديا وغنجي نخطبك ان شاء الله. صافي المهم جا للدار ديالنا، فعلا وفى بالكلمه ديالو، جا للدار ديالنا خطبني، وانا خوتي رفضوا رفض تام، حيت كيقولوا لي هذاك الانسان هو اللي ما تزوجيش بيه، واخا ما نعرفش شنو يكون، حيت كان واحد سوء تفاهم بيني وبين والدي ديالنا، انا هو الوالد ديالي وبا، كان واحد سوء تفاهم خلاف، حيت حنايا شويه كان ما يمكن يجيو من العائله، يعني ريحه كان عندك المشكل مع با انت؟ لا ماشي انا، با انا وباه. واه
يعني والدينا كان عندهم المشكل، يعني واحد تفاهم خلاف بسيط ماشي شي حاجة. وانا اخوتي كيقولوا لي لا ما تزوجش به، الا هذا ما تزوجش به، كيقولوا لي لا غيتكرفسوا عليك وهادي وما يتهلاوش فيك وما يديروش، مهم يعني رفضوه رفض تام. واخا ايام يجي وكيقول لهم زعما داكشي هذاك فات وسوء تفاهم عادي وكيفوت جو والديه، حتى هما كيقول لك صافي يعني نساو هذاك سوء التفاهم، ويعني العائلات بيناتهم. خوتي انا يعني رافضين، كيقولوا لي الا هذاك متزوجيش به واخا يكون ما نعرف شنو يكون، انا بصح ما تزوجيش به. صافي في ديك الفتره هذيك اللي رفضوا انا الزواج ديالي بداك السيد، يعني اختي كانت كتعرف واحد السيده هذه بعيده شوية شويه من الميكرو على فكرة على فمك باش نسمعكم مزيان شوي. دابا اخويا بدر. تفضلي. اها قلت لك يعني بحكم ديك الفتره هذيك يعني اللي كان ديك المشاكل بيني وبين خوتي، يعني رافضين ديك الزواج ديالي، اختي كانت كتعرف واحد السيده شويه بعيده، المهم من المدينه ديالنا، كان عندها واحد خوها. المهم هضرات اختي معاها، قالت لها زعما الا عندك شي اختك هذه انا باغا نزوج خويا. قلت لها اختي كاينه اختي يعني عندي الصغيره. صافي هضروا معاهم خوتي بيناتهم، انا ما هضرت مع داك السيد ما شي حاجه، يعني هضروا بيناتهم تفاهموا على النهار اللي غادي يجيو. جاو للدار، انا ديك الفكره هذيك الزواج انا ما بغيتوش، كنقول لهم انا هذاك ما نتزوجش به. هما جاو للدار، يعني هو والديه هو ومو خوتو جاو خطبوني من الدار ديالنا. المهم ديك الساعة أنا كنقول لهم بعيد عليا، أنا ما بغيتش نتزوج به، أنا ما كنعرفوش. خوتي كيقولوا لي لا تعيشي معاه مزيان والناس العائلة مزيانين، ودوك والدي فين جاو، يعني كيقول لك هنتهلاو فيها ونديروها بحال بنتنا وما يخصها حتى شي حاجة، يعني والدار ديالها بوحدها وما يجي عندها حتى شي واحد، وراجلها خدام يعني ما يخصها حتى شي حاجة واخا بعيدة، يعني الوقت اللي بغات تشوف خوتها غادي نجيبوها، ويعني نتوما جيو عندها. يعني هذيك المهم داروا لهم غسيل الدماغ، يعني اخوتي كيقولوا لي الا هذا تزوجي به هذا مزيان وما غيخصك حتى حاجه ويتهلا فيك. فهمت يا خويا بدر؟ يعني صافي وافقوا اخوتي، وانا يعني ما خا كنقول ما بغيتش، كيقولوا لي لا انت ما كتعرفيش، حنا كنعرفوا مصلحتك وحنا اللي غنعرفوك وحنا اللي غنعرفوا مع من هذه تزوجي. صافي المهم زربوا عليا واحد الزربه، مشينا درنا العقد، يعني فتره ديال شهر كنا درنا العرس. صافي هما بداو كيوجدوا العرس، انا ما كايناش في داك العالم خويا بدر، معصبه وقلبي مخنوق ما مرتاحش، ومازال عقلك مع عرفتي الاخر. عقلي مع الاخر اخويا بدر انت فهمتي، وانا غيسكت ليا القلب حيت انا قلبي مع واحد اخر وغنتزوج واحد اخر، وفي نفس الوقت يعني غادي غنتاقم نفسي وغنتاقم حتى لهذاك الشخص اللي غنتزوج به، والاخر اللي انا كنبغي، يعني انا كنبغي بعضياتنا، وانا ما قداش ندير شي حاجه، يعني خايفه على خوتي وخايفه على شرفهم في بلاصه، يعني راك عارف من الناس، انا ما باغاش نشوه براسي ونشوه بعائلتي، ما باغا ندير حتى شي حاجه. انا كنمشي كنهضر مع خوتي كنقول لهم انا عادتي ما باغاش، وما كيقولوا لي لا انت مازال ما عارفه شي وعقلك صغير وغادي تنساي وغادي هادي وغادي، فهمت؟ يقولوا لي لا انت غير ها يعني غير مازال ما كتعرفيش الناس، وحنايا الناس سولنا عليهم وما مزيانين. صافي ما بداو كيوجدوا العرس، وانا عرفت يا خويا بدر ديك اللحظه كو كان انتحار، يعني حلال غنديرها، يعني عارفه راسي غنمشي لجهنم برجليا، واخا ما كنتش عارفه، يعني كنقول هذا الشخص انا ما مرتاحش ليه، عارفه راسي غنعيش معاه مكرفصه. في وصال هذيك الليله يعني اللي كنا غنديروا فيها العرس، كل شيء ناشط كل شيء فرحان الا انا، يعني العروسه كنعرفوا ان البنت ملي كتزوج كتكون فرحانه وعارفه راسها يعني تزوج واحد كتبغي وكتكون ماني طايره بالفرحه، الا انا يعني غير كنبكي ما كرهتش يجي شي واحد يقول لي صافي ما تزوجيش به، يعني شي واحد يفرحني يقول لي صافي ما غاديش تزوجي به، واخا عارفه هذا الشيء ما غاديش يكون. المهم حنا صافي درنا العقد وحارسيني شكون غيتراجعي، ما يمكنش يعني هذا الشيء غير في الاحلام كنشوفه. صافي المهم ديك النهار هاديك جات النقافة كتقادني، وأنا يعني هي كنبكي، ديك مسكينة ديك النقافة الله يسمح لي منها في هاد النهار، كتقولي الله يرحم لك الوالدين، يا أختي خليني نقاد ليك خليني نكمل لك مكياج، خليني أنا هي كنبكي أخويا بدر، هي كنبكي ديك النهار ديك الليلة هاديك بالضبط مبغاش تنسالي، يعني مخنوقة أنا في الداخل ديالي مخنوقة ما مرتاحاش لهداك الزواج، كنشوف يعني ما راضياش عليه.
المهم صافي كملنا هذيك الليله، هذيك اللي اصلا ما بغاتش كاع تدوز بالنسبه لي انا، ولات عندي عام انا ليله واحده ولات عندي عام ما بغاتش تدوز، حيت كنشوف كل شيء فرحان كل شيء ناشط يعني، وكتدوز قدام عيني ديك الشيء هذاك يعني، بحال انا كنحلم بحال انا دوز هذاك الشيء غير حلم. شغنقول لك اخويا بدر صعيبه صافي. المهم صباح هاني الحال، داز ديك العرس ديك الليله هذيك، صباح غنمشيو انا وخوتي يعني، يمشيو معايا البلاد بعيده يعني، ديك اصلا ديك المدينه اللي انا فيها بعيده على المدينه اللي تزوجت ليها. صافي مشاو معايا خوتي يعني الطريق كامله، وانا غير كامل كيما هضرت متكلمت معاهم يعني، ما كايناش فداك البلاصه بحال تقول انا معاهم غير جوتها. وصلنا للدار يعني، حلت الباب دوستي دخلت يعني، ما كاين لا عائله تما عندهم، ما كاين خوت، ما كاين جيران يعني، سكات بحال تقول ماشي جايبين عروسه ولا يعني، بحال ما مزوجينش بحال ما مزوجاش ولدها، بحال ما فرحاناش بولدها، بحال يعني سكات بحال جايباني انا بسكات. المهم حلت الباب ودخلت، مشات البيت هانيشان وخلتنا حنايا انا وخوتي، دخلنا مشينا جلسنا في الصالون يعني، غير انا وخوتي مشاو معايا وانا وراجلي، جلسنا راجلي مشى بدل الحوايج وخرج، هي مشات البيت هرقت جالسه كتهضر في التليفون مع شي واحد، وانا وخوتي جالسين في الصالون بحال ما كاين حتى حاجه، بحال يعني غاديه في جو عندها. شويه وتخرج عندي قالت لي وانوضي وجدي لعائلتك ما ياكلوا. قالت لي مالك تبقى جالسه، نوضي وجدي لهم ما ياكلوا، ولا كطمعي فيا انا اللي نوض يعني بهذا الاسلوب هذا يعني؟ شنو اخويا بدر كتوقع انا عروسه يلاه حطات رجليها تنوط وجد شو تنوط شقا، وهي اصلا ما عرفتش هذيك الدار، ما عرفتش حتى منين غادي تدوز. بقاو خوتي كيشوفوا بعضياتهم وانا كنشوف فيهم، حيت راك عارف دابا حنا التقاليد ديالنا العروسه ما خصهاش تدير شي حاجه يعني، انت كدوز ديك السيمانه هذيك، واخا يعني انا نوض ديك في الليله ديالي نوض نشقى. نادو خوتيني بنات حيت مشاو معايا، كانوا نوضو هما، هي قالت لهم لا حشومه وانتم تنوضوا وانتم كبار عليها، وهي صغيره هي اصلا خصها تنوض تشقى في دارها، شكون غيشقى لها يعني؟ بقات كتضحك بديك الاسلوب زعما كتقول لهم لا يعني هي اللي خصها تنوض. نوضاتني وانا حوايجي بكل شيء يعني، نوض للكوزينه نشقى هذا الشيء ديال الافلام، بحال تقول انا براسي ديك الصدمه هذيك ما بغيتش كان يعني، ديك الاحساس هذاك كتشوف راسك بحال ما مزوجه شي ما حتى شي حاجه يعني، بحال غير جايه ضيفه، بحال غير جابت شي حاجه يعني، ما انا براسي ما فهمتش ديك الانسان هذيك ما فهمتهاش. حطتني في كوزينه وانا ما عارفه حتى منين ندوز لها، ما عارفه حتى فين كاينين المعان ديالها ولا فين كاينه التقضيه، وانا اصلا عقلي ما كايش، وعدد عليها التعب ديال السفر، ومهم ودازت فيا الصراحه، وانا ما عارفه حتى شنو ندير، بقيت كنتفتف تما ما عارفه حتى منين ندوز لهاد الشيء هذا. وهي يعني خوتي كيبغيو يجيو عندي كتقول لهم لا خليوها بوحدها، وخليوها دير شغالها بوحدها، وما تبرطوهاش وجلسوا يعني، هي اصلا ما عطيهمش هذيك الترحاب ترحب بيهم ولا شي حاجه يعني، شاده التليفون كتهضر كونيكتا فهمتي تضحك، اما بحال يعني ما مسوقاش ليهم، ما عطيهمش ديك يعني، بحال غير جاو عندها ناس عاديين. وخوتي في ديك اللحظه ما فاهمين حتى شي حاجه يعني، انا كنقول لهم في نفسي شوفوا فين حطيتوني يعني، كنحس براسي يعني واخا انا درت سيرسي، ولكن كنحس براسي مشيت بلا قيمه، واش فهمتي يعني؟ ما عطينيش قيمه كانني عروسه، فهمتيني اخويا بدر شنو بغيت نوصل لك؟ فهمتك. ما ينصفي ديك الساعه وجدت هذيك العشاء، وجدت لهم ديك الماكله حطيتها، وانا عقلي ما كاينش في ديك اللحظه، كنقول كون غير تحلت الارض وحطتني ودخلت فيها وما نبقاش معاهم، اش نقول لك؟ ما نوصفلكش داك الاحساس يعني، بحال تقول ما كاينش عرس، ما كاينش، ما كاين حتى حاجه يعني، غير الناس مشينا عندهم ضايفين، هي ما كتهضرش معانا. اسمح لي اخويا بدر حيت انا متوتره صراحه، عادي خدي راحتك. ما هي صافي ديك الساعه مشات سمحات فينا، المهم دخلت لبيتها، حنا بقينا جالسين تما، كنقول لخوتي دابا شفتوا المنظر اللي حطيتوني فيه، انا هي كنبكي هما براسهم ما فاهمين والو يعني، الناس فين ديك الهضره اللي كانوا كيقولوا حنايا نديروها فوق راسنا، وانا في الليله ديالي نوض نشقى يعني، فين داك الشيء هذاك؟ وكنشوف راسي يعني في البدايه، وشوف السيده كي تعاملت معايا، عاد غنطول معاهم وغنجلس مع العائله، كيفاش غتكون يعني ما احترمت حتى خوتي اللي انا حداهم، كيفاش غتكون السيده هذه؟ كيفاش غتحترمني انا؟ انا ما عارفاش راسي يعني، انا السيده هذه جايبه انا كخدامه عندها، والراجل زعما اللي غادي نقول به راجل فينا هو مخرج، ما كاينش حتى
حتى معنا ما حضر لا العشاء لا حتى حاجه، خرج بحال مشى ما نعرف حتى فين مشى. يعني جلس انا وخوتي صافي بحال تقول هاي جاو عندي. امس كل واحد مشى نعس في بلاصتو، يعني هي مشات نعست الصباح مع الاستاذ الصباح فيقتني قالت لي مشيت وجد الفطور، يعني التركه ديالك يعني بهذه العربيه هذه قالت لي نوض تحرك وجد الفطور التركه ديالك يعني بهذا الاسلوب هذا. قلت لي شنو كتسنى اش قالك عليهم؟ نوضي وجدي لهم ما ياكلوا باش يتحركوا، يعني بديك تختار الهضره يعني بغيت نهضر. قلت لك نوضي زعما مشيو فحالو، يعني بحال اصلا ما راضياش بينا واش فهمتي، بحال السيده ما راضياش بينا. صافي انا توجد لهم مسكن ما ياكلوا ما اصلا ماكلاو ديك الماكله هذيك. صافي دعوني مشاو فحالهم، انا في ديك اللحظه هذيك كنت منا كون غير داوني معهم يخليونيش مع هذوك الناس، كون غير داوني معهم خا عارفه يعني المعاناه اللي هدوز فيها، خا عارفه داك الشيء هذاك اللي غادي يكون، يعني شنو كيتسناني المصير ديالي، شنو كيتسناني مع هذوك العائله اللي اصلا ما عارفاش راسي حتى فين حاطه رجلي. صافي بقيت كنبكي صراحه، سخفت بكا داك النهار هذاك ما بغاش يتنسى لي. كنقول يا ربي شنو درت في الدنيا باش نستاهل هذا الشيء هذا زعما، يعني علاش كنقول لهم زعما خوتي الله يسمح ليكم، يعني كون غير خليتوني ما نتزوجش كاع بنقص انا من الزواج اللي انا اللي غادي، يعني ما محتبش راسي مزوجه فهمتي اخويا بدر، يعني بحال كنحسب راسي انا جايه غير بحال خدامه ولا بحال غير جايه عندهم صافي، يعني ما حسيتش براسي كانني يعني عروسه عندها. يعني هما يلا مشاو فحال صافي تبدانوا، انا مازال يعني في ديك اللحظه هذه مازال عاطيه البكاويه نزقت لي نوضي جمعي الروينه اللي خلو خوتك من موراهم، جبدت لي يعني فين ما كانت شي زربيه فين ما كانت شي بطانيه فين ما كانت شي فضيحه كحله جبدتها لي جابو خدامه للدار من التالي بحال جابو خدامه خويا بدر خدامه جابوها للدار، يعني السيده جاب انا جايبه خدامه. انا بلاصتي خويا بدر ما قداش نهضر، انا غير كنشوف فيها فين ما كانت المهم شي حاجه جبدتها لي قالت لي طلعي للسطح وصبني هذا الشيء هذا، بحال كتجيبي بحال حنايا كنمشيو كنجيبو شي مرا للدار كدير لنا الميناج، يعني هكاك انا حسبت راسي. يعني فيما كان شي حاجه عندها جبدتها لي قالت لي نوضي سير ركاني سوسي الشيء هذا وغسلي مواعن، وفيما كان شي حاجه مهمه جبدتها لي. والراجل فين هو خويا بدر؟ ما كاينش ما بيت حتى في الدار، يعني فين ما كاينش حتى في الدار ما كاينش، يعني غير انا وياها اصلا بحكم هو خوته ما كاينش في المغرب، يعني كانوا خارجين المغرب، يعني ما كاينش كاع في المغرب، يعني غير هو وامه واحد، يعني واحد اخته كاينه مزوجه ولكن بعيده. المهم نوت انا ديك الساعه ديك نهار كامل وانا كنشقى، يعني فيما كان شي حاجه كنجبدها، وملي كتجي عندي كتقول لي هذه هي الشقه، يعني بحال السيده كتعامل معايا كانني خدامه، كتقول لي هذه هي الشقه شاد الشقه عندك الزينه، يعني كتمايا معايا كتعرف فيا، يعني فيما كان شي كلمه عندها فيما كان شي حاجه عندها كتسب فيا وتعال. وانا يعني شان نقول لك اخويا بدر، يعني كنحس براسي انا براسي ديك الساعه ديك اللحظه هذيك ما عارفه راسي حتى شكون انا. صافي بقيت تسميتي ما كتعقل عليها، علاش؟ حيت انا الصدمه اللي انا فيها نوصف لكش الاحساس اللي كنت كنحس به، يعني كنقول واش هادي جايبه خدامه، واش هادي كيفاش كتعامل معايا، يعني السيده تيفت السيده تقلبت يعني بين ليله وضحاها، السيده تقلبت يعني ديك السيده اللي جات المره الاولى ماشي هي هذيك اللي كتهضر معايا، يعني في الاول جايه نديرها بنتي وندير وما يخصها حتى حاجه ونتهلا فيها، واصلا غتسكن غير بوحديتها وانا ما عنديش بناتي ونديرها هي كيما بنتي ما كاينش هذاك. يعني السيده جايباني خدامه عندها، ما يمدوست هذوك المعاناه كاملين، يعني غير الشقا تفيقني مع صباح النوض من الشقا، يعني فيما كان شي حاجه نديرها كاين لا خروج لا دخول، يعني ما عمري خرجت بحال الناس، ما عمري شفت شي نهار زين بحال الناس، يعني الراجل اصلا كيجي فوقاش ما قالها له مخو، يعني يبقى في سيمانات ضايع في زناقي، يعني ما يدخلش، ما عمرو سمعت منه شي كلمه زوينه اولا يعني كيدافع عليا اولا نحس به راجل، يعني ما كاينش، يعني اي حاجه قالتها له مو كيديرها، وخا تقول لي قالت له مهم يا امو هي اللي كاينه، اصلا ما كانش كاع كيبقى في الدار، يعني كنبقى انا وياها تما، وهي كتخرج مع صحاباتها يعني الدور تمشي لعند العائله، انا بوحدي من 4 د الحيوط كنقيل نهار نشقى ومني سالم كنعطيها البكا تليفوني غنهضر بها نتواصل بها مع اخوتي حيدوه ليا، كتقول لي لا حقه ما عنديش العروسه اللي عندها تليفون، ملي كنبغي نهضر مع عائلتي كتجي كتقول لي هما عائلتي كيصوني، ولكن يعني ما كتخلينيش حتى فرصه لي نهضر مع اخوتي نقول لهم انا شنو، كتعطينيش هذيك الفرصه خويا بدر، ديك الفرصه ما كتعطيها ليش، يعني كتبقى كتصنت حدايا اي حاجه قلتها، يعني اصلا واخا كنت كنهضر حيت حنايا بحكم حنايا كنهضر بريفيه، يعني كتقول لي ما تهضريش بالريفيه هضري بالعربيه،
يعني هضري هنايا بالعربيه ما تهضريش بالريفيه، يعني خوتي مساكن مجبور عليهم يهضروا معايا بالعربيه، ما باش كاينش هي داعي تسمع باش شنو نهضر انا تقولوا مع بعضياتكم. باش هي تسمع شنو كنقولوا، باش هي كتقول لي ملي كتقول لي واش انت تقول لي شي حاجه لخوتك، حنا ما انا ما كندير لك حتى شي حاجه الحمد لله، يعني اي مرة كدير الشقه ديالها في الدار ديالي، فهمت يعني بحال ملي انا كنقول انا هادشي علاش دابا كديري معايا هادشي، انا ما فهمتكش يعني شنو، علاش شنو درت لك، انا بغيت غير نفهم، يعني السيده كتعامل معايا واحد التعامل بحال جايبه خدامه بالموقف وصافي، ما ديك الراحه كانني زعما نرتاح في داري ما كايناش، يعني السيده تجي مع 2 لتر شقلة نطيب شي حاجه تقول لي نوض طيبي لي، انا تجهد شي حاجه نوضي ديريها لي، يعني ترشقلة شي حاجه تقول لي اجي ديريها لي، انا ما نعرفش شنو هو الناس، ما نعرفش شنو هي الراحه، ما نعرفش شنو هي يعني نقدر نرتاح بوحدي ما كايناش، باش نقول لا انا بغيت نمشي ولا نشري شي حاجه ولا تجهد شي حاجه، يعني ما عنديش الخاطر نهضر، ما عنديش القناه نقدر نقول، ما عنديش ديك الحريه وديك الحق نقول انا بغيت، يعني السيدة متحكمة فيا أنا ومتحكمة حتى فيه هو، يعني هو كنحس بيه أن أي حاجة قالتها خصها تكون يعني مغلوب على عمرو. بالعربي مغلوب، يعني يقول له شي حاجة هاد الشي واش عاجبك، يقول لي بغيتي يا بنت الناس مرحبا، ما بغيتيش ها هي الباب، وأنا فين يعني ديك هذيك المدينة ما عارفة حتى منين نمشي لها ولا منين ندوز لها ولا ما عارفاش منين نمشي، المهم دوزت هذيك المعاناة، يعني دائما غير الدار الدار ما كنخرج شويه، يعني كتعارض على الناس وانا ما بقاش قال لهم، المهم خدامه، المهم العربيه تعرفت خدامه نختصر لك، يعني خدامه صافي، حتى لواحد النهار يعني كانت هي ما كايناش في الدار، كانت سافرت وانا تخاصمت انا وراجلي، قلت له انا ما بقيت حامله هاد العيشه هادي، انا ما بقيت حاملها صافي، انا غادي نمشي في حالي، المهم تخاصمنا انا وهو بالحكم، هو يعني كانوا كاذبين علينا بزاف الحوايج، يعني اكتشفت انها كيكمي المخدرات يعني الحشيش، وكان كيسكر ومدوز الحبس، يعني دخل الضرب والجرح وهذا الشيء كامل مخبي، ما قالوا لنا حتى شي حاجه وما قالتليش انه كيكمي، وانا سقسيت قلت لهم انا ما بغيتش الراجل يكون كيكمي، واختي كذلك قلت لهم لا هو ما كيكميش غير الخدمه للدار، واكتشفنا انه ما كيخدم ما والو، يعني السيد عطيها الشرب وعطيها يعني هذا الشيء كامل ومدوز الحباسات، فهمت يعني هذا الشيء كامل خبوا عليا، وانا بديت كنكتشف يعني بديت كنتصدم، يعني لقيت راسي انا تنصب عليا بالعربيه، لقيت راسي منصوب عليا في الزواج، لقيت راسي منصوب عليا، المهم باش بدرت معاها قلت له انا هذا الشيء ما بقيتش حامله، يعني صافي بحال فقدت السيطره، ما بقيتش يعني كنتحكم بحال هذيك الشهاده اللي بقيت كنجمع وكنخبي وكنسكت، صافي انفجرت عليه، بقيت كنهبط عليه قلت له صافي انا نمشي في حالي، وناد هو ضربني يعني واحد الضرب بحال لا كتضرب، يعني فهمتي شبرني عطاني قتلة د العصا، عمري ما تنسى لي هذاك النهار، هرسني من يدي يعني المهم خلاني في الدمية ديالي، ومشى في حاله حيت بحكم انا واحد الجاره، يعني مره يعني كانت كتجي عندنا، وكانت المهم سامعه داك الغوات اللي دار بيناتنا، خلاته تخرج وطلعت عندي، من طلعت عندي اخويا بدر لقاتني، يعني شان نقول لك ما خلى فيا حتى شي حاجه حتى شي ضم، ما خلى فيا صحيح اعطاني قتل العصا هذاك النهار، يعني علاش نهضر خصني نسكت، داتني مسكينه للطبيب، ام الناس هذيك الخير ديك السيده داتني الطبيب، المهم وانا ديك فاش دخلت المهم داوني داروا لي ديك القص في يدي، المهم في الطبيب صونات على الدوستي زعما قتله، بغات تقول لها زعما ماشي حشومه عليك السي، يعني هادشي هذا اللي دايره في السيده زعما شي حشومه عليك، ما تعدوا عليه بحال هكا ولدك زعما يضربها بهذه الطريقه، هادي حشومه قتله زعما، هذيك المره قتله انا غندي هاد ديكلاري بولدك، ما يمكنش هادشي هذا، علاش زعما السيده تكرفس عليها، انا قتله المهم بقات كتهضر معاك تقول لها زعما ما يمكنش، وهي باش ما مشيش انا نديكلاري بيها ولا نعمل شي حاجه، مشات هي شنو دارت، يعني مشات عند البوليس ديكلارات بيا، قالت لهم بلي انا كنخون راجلي، ولقات رجالي معايا في داري، يعني راجلي زعما لقى شي راجل معايا في الدار، وانا خنت راجلي باش ضربني، وانا زعما هربت مع شي واحد وسرقتها زعما سرقت ليها الذهب ديالها والفلوس، شفتي التهمه اللي لبقت لي باش انا ما نديكلاريش بها، هي سبقاني، مهم جاو البوليس للدار قلبوا عليا، جاو مهم جاو عندي السبيطار داوني، انا مهم انا ماشيه معاهم صافيت، وانا ما عارفه حتى شنو كاين، صور اخويا بدر ما هضرش مقوة الصدمه ديالي، انا ما كنهضرش صافي، يعني ما كنقول حتى علاش ولا كيفاش، انا ماشيه معاهم ما عارفه حتى علاش، وصلت للكوميساريه دخلت لعند هذاك الكوميسار قال لي واش نتي يعني ما عارفه ما بغيتيش تقول، ما بقيتيش زعما بغيتي تسولي علاش حنا جبناك، كنهضرش انا صافي كنشوف ساكت، قال لي راه دوزتك راه رفع عليك الدعوه، شنو كاين شنو كاين الخيانه والسرقه،
انا ما هضرهاش يعني. كيقول لي واش هاد الشيء يعني انت شنو كتقولي عليه؟ قولي لنا الهضره ديالك انت شنو كتقولي. انا ما كنهضرش صافي، انا ساكته كنهضرش يعني. ديك السكات ديالي خويا بضرب بحال تبت عليا التهمه، بان راه بصح بحال انا يعني راه بصح بلي انا راه بصح داك الشيء علاش بحال تبت على راسي التهمه صافي. ملي انا ما كنهضرش هبطوني يعني، بقيت معاهم ليومين يعني كيطلعوني نفس الاسئله. بيت معاهم يومين نفس الاسئله نفس هذا. انا ما كنهضرش يعني غير ساكته. علاش؟ حيت انا وتصور داخله في صدمه يعني. ديك الصدمه هذيك اللي لقيت في الموت ديال الوالد ديالي رجعات لي. حيت انا مني كنتعصب ولا مني كنبكي شي حاجه كندخل في هذيك الصدمه، ما كنهضر ما كنتكلم صافي. المهم طلعوني لعندهم يعني مره ثانيه مره ثالثه نفس الهضره صافي. صيفطوا الملف ديالي للوكيل الملك، صيفطوا زعما انا نتقدم للوكيل الملك صافي. دوزت هذيك اليومين تقدمت للمحكمه الجلسه من عند تما غادي نمشي للحبس يعني. صافي ديك الساعه تحكم عليا غنمشي. اخوتي ما عارفين ليا حتى شي حاجه يعني، مدينه بعيده مقطوع الاخبار. واش ما تصلتيش بخوتك؟ وانا باش نهضر اخويا بدر ما عنديش الجرأة. مش فهمتي شنو كنقول؟ انا غير باش نقول لشي واحد ما انا ما دايره والو يعني، داخله في صدمه. واش فهمتيني؟ انا ما كنهضرش، انا ما كنهضرش بحال يعني داك الشيء هذاك اللي وقع لي. انا غير بامكاني نهضر نقول لهم اودي هذا الشيء ما كاينش، وانا راه راجلي ضربني. انا غير نحرك يدي وكل مره شوف انا مهرسه من يدي، راه راجلي ضربني انا ما دايره والو. ما كنهضرش واش فهمتي؟ بغيت نوصل لك الاحساس ديالي. يمكن دابا الناس ما تيقولونيش، يقولوا لي لا علاش ما هضرتيش، علاش ما درتيش، علاش ما صونيتيش، علاش. ولكن كنقول لك زعما في ديك اللحظه هذيك يعني ما بحال ما متيقاش هذاك الشيء داك اللي داير. المهم هذيك المره اللي داتني للطبيب سقط الخبرش اني كاين، حيت البوليس كانوا داوني من تما. كانت حاضره مشات عند، حيت حنا هذوك العائله كانوا ساكنين في السونتر في المدينه يعني، كانت تما الكاميرا. مشات رغبه واحد السيد يعني كان ديك المحل اللي عنده الحوايج انفاس مع الدار ديال الدار اللي كنت ساكنه فيه يعني الدار ديالنا. مشات رغبات وقالت له تعطيني تسجيلات الكاميرا يعني باش الوقت اللي خرجتني من تما من الدار. المهم يعني في ديك الحاله هذيك اللي خرجتني من الدار مشات دات هذوك تسجيلات الكاميرا ومشات للطبيب هزات الملف ديالي مشات جات للمحكمه. المهم الجلسه دخلت قالت للوكيل الملك انا بغيت نهضر، انا بغيت نشهد شنو كاين. قالت له انا كنت حاضره يعني للسيده يعني راجلها ضربها، انا كنت حاضره على كل شيء، الملف ديالها هاد تسجيلات الكاميرا انا اللي خرجت، انا اللي ديتها للطبيب يعني. هاد السيده هادي ما دايره حتى شي حاجه، هاد الشيء ما كاينش، ما هربت ما والو من الدار، انا اللي خرجتها من الدار صافي. المهم في ديك الساعه طلقوني خرجت بحالي. انا ديك المره جايه معاها ما كايناش خويا مادر. انا صافي يعني ديك النهار هذاك ما عمر ما نسالي، حيت دوزت واحد انا كنشوف راسي كل ما كانت هي كنت غنمشي يعني، كنت غنتصيفط على الظلم اللي انا ما دايره لا بيدي لا برجلي. شحال من نهار وانت مشدوده؟ يومين يومين. وداك النهار هذاك راني قيلت في المحكمه هذاك النهار يعني فاش جات هي الجلسه يعني انا مقيله تما حتى للربعه ديال العشيه. عاد جات هي هضرات مع الوكيل المالي يعني كون ما جات هي كنت غنمشي يعني، ما نعرفش شحال غيحكموا عليا حيت راني كنعرف الخيانه والسرقه وانا اصلا ما كنهضرش بتبت عليا التهمه صافي. المهم خرجت بحالي ديك الساعه هذيك، رجعت عطاتني المركوب ديال الكار، شديت الكار. انا ما هز معايا لا حوايجي لا حتى شي حاجه. جيت من تما جيت للدار ديالنا. المهم جيت عند خوتي دوزت واحد شهر بحال هكاك، وانا ديك الساعه كنت حامله بولدي. جيت تاني كنكتشف ان ديك الساعه كنت حامله، ومهم خوتي صوناو عليهم دوك كيتخاصموا معاهم علاش زعما هذا الشيء كامل. انا ما عاودت والو لخوتي يعني، ما عاودت لهم حتى شي حاجه. هو ديك الساعه نعرف هذا الشيء هذا، وبدا كيصوني على خوتي كيقول لهم لا انا بغيت نرد مراتي، لا انا بغيتها بغيت ترجع، ولا انا بدا كيبكي اليوم كيقول لهم لا انا هذا الشيء فهمتي. وانا كنقول لهم انا ما بغاش نرجع لهذاك السيد يعني، ما بغاش نرجع. هما خوتي بدا كيقولوا لي لا غيتبدل، ودابا انت حامله وزعما ما تخليش ولدك يتيتم. بداو كيدخلوا لي هاد الفكره اخويا بدر راسي. رجعت له انا اكبر غلط عملته في حياتي، ما كانش خصني نرجع لهداك السيد يعني بزاف الاغلاط. دابا صرتي تشي الورط عليه تسكني بوحدك ولا والو؟ انا ما صرت حتى حاجه، تصور انا ما صرت والو. علاش؟ انا تكلخت انا ديك اللحظه هذيك، انا ما عارفاش راسي يعني واش كنت بالوعي ديالي ولا ما كنتش بالوعي ديالي. انا مصرت والو،
علاش؟ حيت انا كنشوف راسي يعني خوتي بحال ما قابلينيش، فهمتي؟ بحال اللي كيقولوا لي يعني انت دابا بولد، بحال اللي كيقولوا لي زعما رجعي لدارك، يعني بحال زعما ما باغينش يقبلوني. صافي ردوني لعندو، رجعت دوزت عاود نفس المعاناة، نفس يعني زاد ساغ على الاول. يعني مني شاف انا خوتي ما واقفينش معايا، يعني ما مساندينيش، رجع زاغ، يعني زاد رجع صار كيدير بزاف د الحوايج. زاد صار عليا يعني، ولا كيضربني، ولا السيد يعني مسوقش، ما بقاش يعني. كنتصور اخويا بدر كنبقى في الدار سيمانة، وانا ما كنلقى لا باش نطيب ولا ما ناكل ولا حتى شي حاجه. يعني كنبقى تما ما عنديش درهم في جيبي واش نخرج نتسخر، ما عارفه حتى حاجه. هو كيمشي كيغبر السيمانات، يعني السيد اصلا ما مسوقش كاع، بحال ردني غير باش ما يتسماش قدام صحابه ان المراه ديالك سمحت فيك، يعني غير باش ما يبقاوش يضحكوا عليه في ديك الحومه، يقولوا له راه المراه ديالك سمحت فيك، يعني انت راه ماشي راجل، المراه ديالك سمحت فيك. يعني داك الشيء ردني بس زعما راه باش هو يبان زعما قدام صحابه، اما هو باش كيفكر ان مرتو ولا ولدو ما كيفكرش. يعني تصور السيد اصلا ما مسوق لا ليا لا حتى حاجه، يعني عايش حياته كاع ما كاينش في داك العالم. يعني ما مستوعبش داكشي اللي دار. يعني دوك شوف دوك العائله اللي انا تزوجت بيهم، الاجرام الاجرام، يعني شفتي حوايج اللي مستحيل، اللي ما يمكنش تيقهم العقل. كنشوفهم غير في التلفزه، شفتهم مباشره. يعني تصور سيد يعني دايره ليه الوراق ديال الطبيب، يعني قال له انا احمق، واخا يضرب واخا يقتل واخا يدير اللي دار، كتخرج وتدفع عليه الفلوس يخرج بحاله، بحال انا ما درت حاجه. هكاك ولادها كمان دايره لهم هكاك، يعني واخا يديروا اللي داروا كيخرجوا بحاله. يعني المهم ديك البلاصه هذيك شفت العجب متعجب اللي ما عمري شفته. يعني ديك المدينه هذيك بالضبط شفت فيها شي حوايج ما عمري شفته. صافي المهم رجعت لديك المهم نفس المعاناة، المهم نفس كل شيء، يعني ما كانش كاع كيتسوق. وصلت للشهر ديالي اللي انا غادي نولد فيه، دار واحد سوء تفاهم مع شي واحد، جبد عليه الموز، يعني ديك الجنوية هذيك جبدها عليه، بدو كيتخاصمو قاسو بيها، المهم ضربو بديك الموز، يعني ضربو بيها. مشى هذاك السيد شكا بيه، شبروه البوليس، المهم تشد في الحبس. جات انا النهار اللي تشد فيها الحبس، جات عدوستي خرجتني من الدار. يعني ديك الساعه ما كانتش عايشه معايا، ديك الشهر اللي رجعت ما كانتش معانا، كانت مشات رجعت خرجتني من الدار، قالت لي مشي بحالك عند خوتك، انا ما عندي ما نعمل بك، ما يمكنش انا نصرف عليك ولا تولدي، انا ما يمكنش المصاريف الولاده، انا ما عنديش، انا ماشي شغلي فيك، مشي عند خوتك يهزوك. صور اخويا بدر رمتني للزنقه في الليل، انا ما عرفت منين نمشي. هذا هو اصلا غلط اللي عملت انا، رجعت عندها فيه هو تشتو يتخرجني يعني الزنقة، ما عارفة تامي نمشي، يعني ما عنديش درهم في جيبي، جا التليفون هو الاخر ما كانش عندي، يعني باش نقدر نصلي لاخوتي نقول لهم انا شنو، يعني ما عنديش، وانا خارجة يعني في الزنقة ما عارفة راسي تامي نمشي، وكرشي لفمي، يعني شوف العائلة، يعني شوف كيفاش الام غتقدر يعني تخرج، واخا ما نكونش عروسة، يعني الانسانية في ديك السيدة ما كايناش. ما عمري شفتي بنادم بحال هكاك. خرجتني المهم الزنقة، مشيت المحطة، بديت كنقول زعما لقاها شي واحد دار تليفون نصوني على خوتي في العشرة د الليل، يعني شكون غايتيق فيك يقول هادي، يعني كلشي كيخاف على راسو، فهمتي؟ كلشي كيقول لا. المهم مشيت ديك الساعة لعند البوليس، قلت لهم انا هاد شنو كاين، قالوا لي واش كحافظة النمرة ديال خو، قلت لهم انا حافظة، قال لي واش نمشيو للدار ديالك نردوك زعما، قال لك زعما مش تورينا الدار زعما، قلت لهم انا ما بغيت لا نرجع لا حتى شي حاجة، بغيت غير نصوني على خويا، ومهم بغيت غير نرجع بحالي لبلادي، صافي ما بغيت والو من هاد الناس، ما بغيت حتى شي حاجة منهم. صافي عطاني صونيت على خويا، قلت له انا شنو كاين. ديك الساعة قال لي دابا واش تجي لتما ولا تشبري الكار، يعني دابا واش هو يقدر يجي لعندي، يعني خصو على الاقل نهار. قلت له صافي انا غنشد الكار وغنمشي بحالي لعندك. صافي ديك الساعه البوليس رجعوا ومركبوني، قالوا لي صافي مشي، يعني هما خلصوا لي ديك الساعه، قالوا لكم الكار. صافي وصلت السيده لهذا البلاد ديالها، طلعت في هذيك الكار، يعني كنتفكر داكشي اللي داز عليا، كنقول علاش زعما انا شنو عملت لهاد الناس، ولا شنو عملت لهاد الناس، ولا شنو عملت انا اصلا في ملك الله، يعني شنو عملت باش نستاهل هادشي هذا كامل. يعني وانا كنقول زعما علاش هاد الغلط انا رجعت لعندهم، علاش زعما خوتي ما وقفوش معايا، علاش خلاوني نرجع لعند هاد الناس. يعني كنشوفهم انا كنعاود لهم، كنقول لهم انا ودي اشنو وقع لي، هاد الناس ما مصالحينش ليا، يعني كنتكرفس معاهم كنتعذب معاهم.
يعني ما لقيت الخير حتى شي واحد، يعني لا في راجلي لا في دوستي لا في خوتي لا حتى شي واحد. يعني كنشوف راسي انني بوحدي، وكنفكر لولدي اللي غنزاد، يعني اب ما مسوقش ليه، كنقول علاش زعما هادشي هذا، كون غير ما تزوجتش كاع، كون غير مت متهنى كاع، ما نبغيش انا هاد العيشه هادي. رجعت لعند خوتي، وبحكم خوتي كلشي مزوج وكلشي بولادو، يعني جلست معاهم بحال، يعني ما قالوا لي حتى شي حاجه، ولكن بحال ما راضينش عليا، يعني غادي يبقاو يصرفوا هما، بحال يعني بداو يصرفوا على جوج النفوس، يعني هما اصلا على قد الحال، واخا ما كيبينوش ليا، ولكن حاسه براسي وانا جالسه عندهم ثقيله، فهمتي؟ يعني بحال ما قابلينيش، فهمتي شنو كاين؟ يعني انا لا خدمه لا حتى حاجه، لا فلوس لا حتى حاجه، لا صنعه في يدي باش تقدر نوض نوقف، هذيك القوه ما عنديش. يعني كنشوف راسي مرض صافي، الحياه بالنسبه لي انا ما بقاتش. المهم رجعت ديك النهار، هذاك كانت الشهر ديالي اللي غنولد فيه، انا بوحدي في الدار، يعني بحكم ما عارفاش هذاك الشيء، هذاك الولاده يعني مازال صغيره، ما عرفت شي حاجه، وخوتي كلشي في الخدمه. كانت معايا ماما، ولكن ديك الساعه هذاك ما قلت حتى شي واحد. المهم من 3 الصباح وانا جاني هذاك النزيف ديال الولاده، وانا ما قلت حتى شي حاجه، يعني بقيت ساكته، وانا ديك الحريق هذاك غير شويه ما فيهاش ديك الحريق. المهم ديك الشيء هذاك، يعني ولدي كان اصلا يعني ما بقاش ليه ديك الماء هذاك اللي كيقوي كل جنين، ما بقاش، يعني غادي غيموت. المهم انا فوقاش هضرت حتى ديك 8 ديال الصباح، 9 الصباح شافت ماما هذاك النزيف، يعني قالت لي كيفاش هاد الشيء هذا وانت ما هضر. انا ما قدرتش نقول لهم ديوني للطبيب، يعني شنو شكون لما غادي نقولها؟ اخوتي كلشي في الخدمه ديالو، ماما مسكينه حتى هي بحالي بحالها، يعني حتى هي ما عارفه من الدروس. فهي ديك الساعه ملي شافتني هكاك صورت على لاختي، قالت لها اجي راهي يمكن غادي تولد. المهم هزوني داوني لسبيطار محمد السادس، فاش دخلت غير شافتني هذيك الطبيبه، قالت لي على فين تعطلتي؟ قالت لي صافي راه جاني دقات القلب ديالو ضعاف، وما بقاوش كاع ما بقاوش كاع كيتنفس، بداو كيخلوا له دقات القلب ديالو ضعاف، وشرب الميكروب بزاف، يعني كان الماء ديالو صافي نشف، بدا كيشرب الماء ديالي يعني الميكروب. ديك الساعه هزتني، ديك الساعه هزتني داتني للسبيطار الكبير، زادني لابيلونس هبطتني للسبيطار الكبير. المهم دخلت لداخل، يعني شكون يعني هادي ديها فيك ضروري، خصك تدور مع شي واحد ضروري، حيت اصلا السبيطارات ديالنا ديال الدور راك عارفهم اخويا بدر كيفاش دايرين، يعني الا ما كانش الفلوس راه ما كاينش اللي عقل عليك، وبخصوص هذاك السبيطار هذاك يعني ضروري، لا من قابلات لا من كلشي، ضروري خصهم تدويره باش يقدروا يديوها فيك. وانا يعني ديك الساعه ما كان فيها لا حريق لا والو، حيت اصلا غنولد بالعمليه. المهم بقيت هاك، يعني ديك الساعه خوتي صراحه يعني ما نقولش، يعني وقفوا معايا رجعوا وهضروا مع ديك القابله، قالوا لها الميكرو كان في الاول عافاك ايمن، كي كان في الاول عافاك. واخا خويا باطر، قلت لك ديك الساعه خوتي صراحه يعني ما نقولش، دابا مزيان مزيان. قلت لك ديك الساعه يعني خوتي ما نقولش فيهم لعيب، وقفوا معايا الصراحه، يعني هضروا مع ديك القابله، قالوا لها صافي يعني اي حاجه بغيتيها غير ولديها، يعني حاولت نولد طبيعي ما قدرتش، دخلوني البلوك ديك الساعه، ضربوا دخلوني البلوك ولدت بالعمليه. ولدي ديك الساعه زاد مريض، يعني شرب الحكم ديك الميكروب هذاك، يعني كان داز له بين الدم ديالو كان صافي، يعني شربوا زاد مريض. المهم يعني داو هذيك الساعه القرعه، بقى مهم مدة شي شهر هو في السبيطار. مهم وانا ما عرفتش اخويا بدر واش خلوني شي حاجه في كرشي، خرجت من 80 مده 5 ايام، خرجت جيت للدار، وانا كاني ديك المده هذيك يعني بدات كرشي تقصحات وبدات كتعطيني الحريق. المهم بدات كضرني، حيت يعني ديك الفتحه هذيك ما براتش صافي. منين رجعت باش نحيد الغراس، قالت لي ديك الفرملية، يعني قالت لي شوف، قالت لي هاد العملية عندك ما نجحت لكش، يعني حمراء من هاد الجهة ومن فوق، خاصك ترجع لعندهم البلاصة اللي درتي فيها العملية، ضروري خاصك ترجع. هو ديك الساعة رجعت لعندهم، رجعت يعني شافوا هاداك الشيء، هذاك الطبيب اللي دار لي ديك العملية، المهم ما وراسهم ما فهموش شنو كاين، يعني ديك البلاصه هذه كضرني عطيني الحريق بزاف، يعني ما براتليش. داروا التلفزه ما كيطلع لهم حتى حاجه في كرشي، ولكن هذاك الحريق منين جا ما نعرف. خرجوا لي شل الادويه خويا، درش الادويه، يعني خرجت لي صراحه مصاريف خوتي مسكن، هما يعني اللي وقفوا معايا، هما اللي وقفوا في العمليه ديالي، يعني خلصوا كل شيء،
جيت للدار شربت هو هذاك مازال في الدواء الحبس ما يدك؟ عملت، هو مازال في الحبس يعني، ما باقي في الحبس يعني، عطى حكموا عليه بشي عام وقيلة او لا، المهم حكموا عليه بعام، ولكن ما دوزش عام كامل حيت خلص الفلوس، ما دوز وقيلة شي 4 شهور 3 شهور خرج. المهم صافي ديك الساعة رجعت عاود لعندهم يعني نفس المهمة، غادة جاية المهم ما نجحتليش العملية، منين رجعت عطاوني عاود واحد الدواء آخر، قالوا لي هاد الدواء هذا غيساعدك باش أن يعني ديك الميكروب هذاك ما يبقاش. شربت هذاك الدواء وفي الليل هذاك يعني فحال تقول حليت الجريفون في كرشي بدا كيهود الميكروب من هذاك الفتحة، عندي شي حاجة بقى عندي شي حاجة خنزلت لي في كرشي وبدات كتعطيني الميكروب، في انا طلعت لي الحرارة غيب يعني ديك، حيت اصلا انا فيا الفقر الدم، والطونسيو ما كانش عندي يعني، هذا كان طالع بزاف، المهم تخلط عليا كل شيء. صافي ديك الساعة عيطو خوتي لومبيلونس هزتني من الدار يعني، انا مغيبة داوني، فاش داوني دخلوني للبلوك نيشان حيت يعني عاودوا لي العملية من جديد، حيدوا لي يعني ديك المهم ما عرفتش شنو خلاو لي، المهم عاودوها لي فتحوا لي كرشي من جديد، خلاو لك شي حاجة في كرشك؟ صون خلاو لي شي حاجة في كرشي، أوه. هذيك شي حاجة هي اللي بقات كتعمل لي ديك يعني ديك الشيء هذاك، وديك الميكروب يعني تكون لي في كرشي. ما عاودوا لي العملية من جديد يعني رجعت نفس المعاناة يعني، ما بقيتش كنقدر نتحرك ولا نوض نفس يعني، ولدي مسكين ما طلعتش حتى لعندو باش نشوفه ولا ردو يعني، بقاو كيعطيوه غير الحليب فارماسيان. المهم دازت فيا في الولادة ديك الساعة، صونا صونا خيس صونا لعدوستي، قال له ودي راه يعني عروستك ولدات والولد زاد مريض، زعما الا قدرتي تجي تشوفهم او لا يعني تعاونهم ولا توقف معاهم. قلت لها انا ما عندي لا عروسه لا حتى شي حاجه، لا انا اللي مات الله يرحمه واللي مريض الله يشافيه، وقطعت عليه لو انا ما كنعرف حتى شي واحد قتلو، اللي مريض مهم الله يشافيه واللي مات الله يرحمه يعني، هو قال راه بين الحياه والموت، ولدك راه زاد مريض يعني يقدر يعيش وقدر لا، مهم يعني معجزه باش يقدر يعيش حيت يعني شعره هو في القرع يعني. مريض هي باش جاوبته قتلو اللي مات الله يرحمه واللي مريض الله يشافيه، وقطعت عليه. وديك الساعة جا هو أصلا واخا ما بغاش يقولها لي يعني، المهم الهضرة راه كتوصل يعني، واخا تكون تخبى كيما تخبيتيها غتوصل يعني. صافي أنا زدت حقدت على دوك الناس يعني، صافي أنا زدت حقدت عليها، حقدت على ولدها وحقدت على كل شيء يعني، في الحبس كان بإمكانه يصون عليا يسول عليا، كان بإمكانه زعما يعيط لي يقول لي شنو كاين يعني، أصلا مسوق ليش كاع من الأول غيتسوق لي توا في الحبس، ما عمرها كانت. صافي المهم خرجت من الطبيب وليت مزيان، مريت الحمد لله، خرجت وليت هو من الطبيب يعني وليت شويه الحمد لله يعني، لقيت راسي ما عنديش لا باش نشري هاد لي كوش ولا باش نشري الحليب، وانا واش كنشوف خوتي يعني على قد كاينين واحد الحال. حاجه ما عرفناهاش، شحال كانت في عمرك ديك الساعه؟ كانت انا فاش تزوجت كانت عندي 23 عام، وفاش ولدتي؟ وفاش ولدت كانت عندي 24 عام، ودابا عندي 25 عام. يعني شي مزاج جديد؟ هادشي مازال جديد اللي كنعاود لك دابا يعني، عام ديال الزواج هادشي مازال جديد. المهم قلت لك ديك الساعه لقيت راسي يعني بين المسؤوليه يعني، باش نشتري هذاك الحليب وباش نشتري لي كوش لولدي وباش نشتري ليه الدواء ما عنديش، وباش نقول لخوتي يعني عارفهم ساكنه الى قد الحال يعني، انا معاهم جالسه في الدار وما قادره نقول لهم والو، كنشوف راسي يعني هما واخا كيشتروا لي مساكن ولكن شحال قدهم يبقاو يصرفوا عليا. رجع ديك الساعه نط خدمت وانا يعني مازال مريضه، رجعت مشيت كنمشي كندير الميناج عند الناس وانا مازال الفتحه يعني جديده، ما كنقدرش نتحرك يعني، من يلاه يلاه شهرين مازال جديد، كنمشي وخا كتخرج كتسيل لي بالدم، وكنرجع عند لها الفاصمه ونجي للدار يعني غير باش نجي ما ناكل انا ولدي يعني باش نصرف عليه، كنجي كنلقى ولدي مسكين مع ماما يعني صافي سكت قلبو غيسكت من البكا، ولكن يعني شنو غادي نعطي حيت ما كانش كيرضع مني، حيت انا يعني في ديك المده اللي جلس هو في الطبيب يعني ما بغاش يشبر لي يعني، ما بغاش يرضع لي يعني، كياكل غير الحليب الفورماسيان، والحليب الفورماسيان يعني كيدوز لك 10 ايام ولا سيمانه، وحتى الا كمل لك سيمانه يعني كيتسالى خصو عاود واحد اخر، وراك تعرفو يعني غالي ضروري خصني نخرج نخدم عليه. المهم دوزت هذوك المعاناه يعني، دار ولدي 6 شهور وانا باقا مع خاي، رجعت كريت بوحدي تكريت بيت انا وانا وولدي،
والوالده ديالي يعني صافي ديك الساعه كانت جالسه معايا ورجعت عاود هبطت بحالها مشات بحالها للجبل حيت انا ديك الساعه رجعت للمدينه مشات بحالها انا بقيت مع ولدي كنديه له عند المراه كتشبر وانا كنمشي نخدم عليه يعني ومازال انا مريضه ومازال ما قداش نخدم عند الوقت كنخدم عليه كنشوف ولدي مسكين يالله عنده 3 شهور هو كيتكرفص كنعطي للناس يتكرفص علاش حيت ما عندوش اب اللي يتهلا فيه واللي غايجيب لي داكشي اللي بغا يعني انا خصني ضروري نخدم عليه ونصرف على ولدي المهم بقيت كنتقاتل عليه حتى يعني بقيت كنمشي كنخدم في ما كان يعني ميناج ورجعت خرجت من هذاك الميناج رجعت خدمت في الشركات يعني كنمشي كنحط ولدي 5 الصباح ومع الربعة كنرجع عندي يعني عايش انا وولدي صراحة يعني واخا كنتكرفص ولكن بديت كنسى وبديت كنعيش انا وولدي كنتهلا فيه وغادي يعني كنشوف اخويا بدر ديك الف الو شي دير الو ديال ولدي يعني كنسى بدات هو براسو كينسيني خليك شي بلاصه فيها كونيكسيون اه شنو قلتي لي قلت لك يعني انا غير كنشوف ولدي اخويا بدر كنسى يعني ما نعاود لك صافي ديك الاحساس ما نوصفوش علاش حيت كندوز نهار صعيب واخا نسمع الهضره واخا يعني كنجي كنشوف ولدي كنفرح كنسى الهم كنضحك معاه صافي رجع هو خرج من الحبس ديك الساعه بدا كي صوفي لخوتي كيقول لهم لا صافي غنرجع لمرتي وغنتبدل وغندير وغنفعل وغنترك يعني بدا كي صوني على خوتي انا فين ما كيقول لي شي حاجه كنقول له ما نرجعش لهداك السيد صافي الا هداك السيد ما نرجعش له وما كيقولوا لي لا وانت يعني أتبقى هكا مكرفصة يعني بوحدك ولدك عايش يتيم كنقول لهم أنا ولدي ماشي يتيم أنا كنخدم على ولدي ما خصو حتى شي حاجة من الوقت اللي كنت أنا محتاجة لي حتى شي واحد موقف معايا الوقت اللي أنا بغيتو ما وقفش معايا الوقت اللي أنا بغيتو يعني ما كاينش دابا اش غادي ندير باش ما غايزيد لي وبقى يعني مصير بقى كيعيط على خوتي ويهضر معايا صوني عليا يعني بقى مره يهددني مره يعايرني مره يعني ديك الساعة ما كنتش دفعت الطلاق كنت باقي ما دفعتوش يعني زيد عشت معاه في رعبيني كيعيط لي كيقول لي لا ما تحرمينيش ولدي وندير ونفعل ويخلي لي ولدي ونشوف ولدي يعني ديك الساعه كانت وصلت للعمر ديال ولدي كان عنده 11 شهور المهم كان غيكمل عام كانت هذيك اكبر غلطه غنعمل في حياتي خويا بدر كانت اكبر غلطه غنعمل في حياتي هي غنرجع هذاك السيد غيعيش مع ولدي يعني ما كانش كيحسب لي غنرجع مجرم يعيش مع ولدي ما كانش كيحسب لي يعني غادي نحط ولدي بين مجرم بين هذاك ماشي اب ما كنحسبوش انا اب يعني هذاك كنحسبو مجرم صافي المهم بديت كنستسلم لخوتي كيقولوا لي لا تعيشي هكاك وحنا ما عندناش البنت اللي طلق وحنا ما عندناش هادي وحنا ما عندناش هادي يعني كنحس بيهم كيقولوا لي زعما بحال هما راضيين بيا زعما بحال ما كيقول لي ما كاينش البنت اللي طلق حنا في العائله وصافي رجعي بحال هما كيلوحوني للعافيه بحال لك هما اللي غلطوا اول حاجه غلطوا تزوجت بي يعني هما سبابي وسبب واحد يعني ما مقتنعاش به من الاول مزوجوني بواحد ما مقتنعش بيه وما راضياش بيه وما مرتاحش ليه ودابا عاود غيعملوا نفس المشكل وعملوه المره الاولى اللي رجعوني ليه وعاد غيعملوه دابا يعني غيعملوه دابا حيت هما مازال ما بحال اللي ما متيقيش ان هذاك ما مجرم ما يصلح ليش يعني الحساب انا كنعاود لهم بحال اللي كيجيب لهم لاين هاي كنزيد فيه ولا انا غير كنبغي نبين فيه العيب بحال هو ما فيهش العيب انا كنبغي نبين فيه العيب صافي ما يرجع يعني جا لعندي يعني فين هذاك الشيء اللي كان كيقول لهم غنمشي وغنخدم عليها ونخدم على ولدي وما نخليهاش تخرج تخدم وما نخليش ولدي تكرفص وغادي ندير وغنفعل يعني فين داك الشيء هذاك رجع يعني غير الخدم غير الدار ورجعتي مع امها ورجعتي مع الام ديالو لا ما رجعتش مع الام ديالو لا جا هو لعندي المدينه اللي انا فيها كيقول لهم غنرجع لتما وغن يعني انا ما بغيتش نرجع لعندو ما بغيتش نرجع لعند امو ما بغيتش نرجع للمدينه ديالو يعني قال لك صافي انا غنجي لعندكم يعني هو قال لي انا غنجي وغنخدم تما وغنستقر تما بحكم انا ملي ما بغيتش نرجع لعندو قال لي صافي انا غنجي لعندك لتما
صافي رجع لهنايا، قلت لك يعني ما كاين لا خدمه لا حتى شي حاجه. السيد يعني كيقيل ناعس في الدار، وينوض يمشي يداع مع صحابه، ولا يخرج مع فين ما بانت له شي واحد يمشي معاه يتشمكر معاه، المهم غير الحشيش والشراب. فين ما عنده شي درهم يمشي يجيبه، ما عمره في حياته جاب لي الولد تباكيه ديال الكوش ولا حتى الحليب، والاخر ما عمره جابوا لي ولا عمره خرجوا ولا دعا فيه. يعني اصلا انا براسي ما عرفتش حتى علاش رجع، واش رجع يعني باش ينتقم مني؟ انا هادشي اللي براسي ما عارفاش حتى علاش رجع هذاك السيد. يعني ما بينيناش داكشي اللي كيقول لك انا ندمت، انا خصني نرجع لولدي، انا اللي ما كاينش. صافي بديت كنعيش مع نفس المعاناه، كنجي من الخدمه كنهضر معاك كنقول له دابا انت ما تخدم حتى شي حاجه، دابا انا اش غادي ندير بك؟ مثلا دابا ما خدام حتى حاجه، الولد محتاج فيك. يعني انا ماشي خصني الفلوس، انا خصني شي راجل اللي يوقف معاك اللي يهتم بك اللي ما يديكش هذاك انا ما بغيتوش، خصني راجل اللي ندير نوض يخدم. انا ماشي مقاسمه في ولدي مسكين الله صغير نعطيه للناس، يعني واش يتهلاو فيه ولا ما يتهلاوش فيه، ولا هو ناعس في الدار هو اللي خصو يخدم، هو اللي الراجل. او لا خويا بدر يعني هو اللي الراجل اللي خصو يخرج يخدم. كينوض يضربني كل نهار، يعني فين نهضر معاه كينوض يضربني. وانا ملي كنقول لخوتي كيقولي وانت كتزيدي فيه وانت كتنكري، وكيفاش انا نكري؟ واش انا اللي نصرف؟ انا اللي نخلص الكرا؟ انا اللي نخلص كل شيء؟ هو ناس اللي كنهضر كيقولوا لي انت اللي غلطه. دائما المراه هي اللي غلطه في المجتمع ديالنا، دائما المراه اللي تطلب طلاق هي اللي غلطه، ومنين تهضر هي اللي غلطه، خصها غير تشوف وتسكت وصافي. يعني بحال ما عرفتش انا هاد المجتمع عندنا بدر كيفاش داير، يعني دائما المراه محقوره في وسط كل شيء، يعني تاكل العصا وتسكت، يعني تدير وتسكت، المهم ما تهضرش. ما انت الا هضرات كتما غلط، يعني انت تغلط، يعني انت الا هضرات كتما غلطه. المهم صار واحد النهار المشؤوم اللي عمري غنسى هذاك النهار اخويا، عمري غنسى هذاك النهار. شحال ما طالما بقا نتفكر هذاك النهار، يعني حنوت مع الخمسة الصباح. المهم انا ديما مع الخمسة الصباح كنمشي نخدم، تخليت ديك النهار هذاك ديك السيمانه. المهم قال لي خلي ليا الولد يبقى معايا، يعني نشبع منه انت ديما كتعطيه للناس. المهم خليته له هذيك السيمانه. داك النهار اللي انا خرجت فيه خليت ولدي يعني فاق معايا مسكين، دائما كيفيق ولدي مع ديك الخمسه الصباح كنعطيه ياكل، يعني كنبوسو كنعسو كنخليه وكنخرج. يا ريت كنت ديك النهار ما خرجتش، يا ريت كنت ما خرجتش هذاك النهار، يا ريت اخويا بدر كنت ما خرجتش، كون غير بقيت مع ولدي. كنظن كون دابا باقي معايا، يعني دابا كون راه باقي معايا. علاش؟ كنت من اخويا بدر كون غير ما خرجتش. اسمحوا لي. خذي راسك. المهم خليت ولدي ناعس، ما فيه حتى شي حاجة، يعني ما فيه والو ولا مرض لا والو. مشيت نخدم وانا قلبي حاس، يعني هو مسكين فاق معايا، انا عطيتو ياكل ما بغاش ياكل ديك الساعه، بحال حتى هو كيودعني. انا بقيت كنبوسو هو بقى كيجبدني لعندو، بحال تقول ولد كبير، بحال هداك النهار ما بغاش يتنسى لي كيجبدني لعندو، بحال كتقول لي يا ماما ما تمشيش، يا ماما ما تمشيش، واخا هو مسكين يلا هذيك من عام، بحال كيقول لي ما تمشيش يا ماما. انا ديك الساعه بحال ما قداش نخرج، يعني كنخرج حتى الباب كنرجع كنشوف ولدي كيشوف فيا، واحد الشوفات لدابا ما بغاوش يتناساو لي، يعني كنشوف ولدي كيشوف فيا بحال كيقول لي رجعي ما تمشيش. انا يعني ما عنديش شي حاجه اخرى، خصني ضروري نخدم عليه باش يقدر ياكل ويقدر يعني نعيش. يعني وديك الشوفات هادوك ما بغاوش يتنساو لي. المهم مشيت للخدمه وانا قلبي عالم به غير الله، يعني كنقول بحال المهم حاسه غتوقع شي حاجه وقلبي مزير عليا. المهم ديك النهار هذاك الخدمه ما عنديش راش قاليش، ما راش قاليش كاع، انا نهضر مع شي واحد. المهم خصني غير نبكي بحال ما عرفتش براسي هذاك النهار، يعني اصلا القلب الام كيحس. وصلت العشرة الصباح بدر، المهم وصلت العشرة الصباح، وهي اصلا انا مو ما عمري هضرات معايا ولا صونات عليا، او لم داك النهار ما عمرها هضرات معايا ولا اصلا ما عمرها صونات عليا. يعني ولدت ما جاتش عندي، ما عمرها صونات، انا عرفت الاخبار ديالي كيفاش دايره مع ولدي، ما عمرها صونات داك النهار مع صونات عليا. قربي هذاك الميكرو شويه، كي كان في الاول دابا كتسمعني؟ اها.
المهم جات داك النهار فونت عليا قالت لي امشي للدار هرج لك ما نعرف شنو واقع عنده ما نعرف شنو كاين امشي للدار. انا غير كلمه واحده اللي نطقت بها قلت لها ولدي قالت لي ما نعرف مالو وقيلا معصب مع شي واحد ولا دابز مع شي واحد ولا تخاف مع شي واحد ما نعرف شنو كاين. انا الكلمه اللي نطقت قلت لها مخليها معاه ولدي هي قطعت عليا. انا في ديك اللحظه ما عرفت شنو ندير صافي قلبي تقبض عليا وتزير عليا صافي ما عرفت. وهو يصوني عليا يعني في اللحظه اللي قطعت هي صوني عليا هو قال لي اجل انا درت قصيده وديت له للطبيب وبحكم هو كان ديك الساعه موتور يعني مشيت صافي ديك الساعه تخفت ما عرفت كنقول له كيفاش قصيده كيفاش قصيده صافي ديك الساعه انا بقيت كنبكي بقيت كنوت الناس اللي نتمشى عليا كجاوا بقاو كيهدوا فيا بقاو كيعطوني فهم بما كيقول لي شنو كاين انا غير كنترعد صافي كنقول لهم نمشي غير نمشي باغي غير نمشي صافي فاش وصلت للطبيب خويا بدر يعني دخلت سولت قلت له واحد الولد صغير جابوه لهنايا داك السيكريتي غير شاف فيا وبقى كيطلع يهبط فيا قال لي شكون انت قلت له انا امو قال لي واخا اختي اجي معايا يعني صافي هذيك الساعه قلبي وقف صافي قلبي حبس يعني بحال القلب الام كيحس قلبي كان قيد انطر تقميم غنحمق انا وقفت هذاك السكرتي جريته لعندي قلت له واش وقع شي حاجه لولدي فين هو ولدي شنو واقع هو يعني غير حط الولد في الطبيب وهرب يعني لقيت البوليس مرون يعني الطبيب مخربق في السبيطار يعني كيقلبوا عليه حيت الولد دخل ميت للطبيب مات ولدي مات المهم خويا بطل يعني لو يعني الولد دخل ميت للطبيب يعني البوليس كيقلب عليه يعني صافي وصلت لهم يعني شيكوا بلي انا وليدي جابوا لهنايا بيت على ديك الساعة هذيك خصني نشوف غير ولدي كنتمنى غير شي واحد يقول لي ولدك ها هو بخير غير شي واحد يقول لي ها هو ولدك ودر مزيان وقع ليه والو ولدك مزيان ولكن ما لقيت حتى شي واحد يقول عليه حيت ولدي كان ميت صافي. المهم دخلوني عند المدير ديال الطبيب يعني ديك الساعة البوليس كانوا تما يعني كانوا كيديروا معايا البحث وانا ما عارفاش انا ولدي ميت صافي. انا الهضرة اللي كنجاوب بها كنقول لهم انا قولوا لي غير ولدي فين هو شنو وقع له عاد سولوني هما كيقولوا لي فين لاكارت ديالك شنو سميتك شنو سميت الولد شنو سميت القاعدة انا هاد الاسئلة هادو تخربقوا لي انا بقيت كاع كنبغي نجاوب قلت لهم ها قولوا لي يا ولدي انا خصني نشوف يا ولدي فين هو انا كنمشي على في العافيه فطبيب باش شافني البوليس ما بغاش نهضر قال لي شنو نقول لك اختي يعني جبري راسك يعني ولدك رحمه الله. انا بديك اللحظه بديك الاحساس شنو نقول لك يعني ما نبغيهاش الادويه بقيت كنوت ربي اللي خلقني مايمكنش انا ولدي خليته صحة وسلام ما فيه حتى شي حاجة كيفاش هدي كيفاش ولدي مات وما فيه والو يعني كون كان غير كان مريض نقول ولدي كان مريض يعني كون كان غير مات ليا في يدي خويا بدر هو اسمع هو اللي جابو للطبيب وخلاه هو جابو للطبيب وخلاه يعني فاش عرف ان الولد مات هو اصلا كان عارفو مات يعني كان عارفو ميت يعني هو اصلا براسو جابو ميت يعني كان عارفو انه مات ما خلاه هو هرب يعني خرج من الطبيب صافي ديك الساعة انا والبوليسي كينوضني كيقول لي نوض اختي عطينا غير المعلومات ترى هذا ولدك خصنا نعرفوا هذا الولد كيفاش وقع عليه كيفاش وقع على هذا الولد كيفاش دخل انا صافي انا غنحمق يعني خرجت كنقلب على البيوت كنقول لهم فين هو ولدي بغيت نشوف ولدي صافي قلبي غير نسكت انا حماقيت في ديك اللحظة ما بقيت عارفة واش تخلط عليا كنرجع لعندهم كنقول لهم نتوما كتكذبوا عليا هادشي ما كاينش نتوما كتكذبوا عليا بغيت نشوف ولدي وريولي غير ولدي صافي. ديك الساعه فاش شافني هكاك البوليسي ما قداش نصبر قال لي اجي شوفي ولدك دخلني نشوف ولدي يعني ولدي ما فيه حتى شي حاجه خويا بدر الولد تقول غير ناعس ما فيه والو ما فيه لا ضربه لا والو الاثر ديك السيده انها ما فيهش حتى شي ضربه حتى شي ضربه يعني ولو نمشه صغيره في يديه ولا انا صافي ولدي هزيته لعندي ما فيه حتى شي حاجه صافي كنقول يا ربي غير نوض انا جيت لعندك غير نوض ولديني
صافي ولدي ديك الساعة كان ميت، يعني كان الجسم ديالو بارد، المهم بارد ما فيه حتى شي، يعني كان مات وشبع موت، فهمت؟ يعني الجسم ديال الانسان فاش كيموت يعني كيولي بارد. صافي انا كنشوف ولدي يعني ما كيتحرك، صافي ديك الاحساس ما نبغي حتى شي واحد الصراحة، يعني ما نبغي حتى شي واحد، علاش؟ حيت الموت علينا حق، وحنا ما ممكنش نعترضوا على شي حاجة، الله عطاه لي ربي وداه ربي، ولكن كنقول زعما علاش غيموت بهذه الطريقة هادي؟ يعني شنو علاش علاش انا بالضبط صراحة الله ما عمري جهلت في هذيك اللحظة، جهلت نستغفر الله العظيم، كنقول علاش زعما ولدي غيموت بهذه الطريقة هادي؟ ما متيقاش انا براسي كنموت، وكنقول لا ولدي غيناس، كنوض وديك الفاميليا كتقول لي اختي رجع، لا راه ولدك مات، خلي الولد، راه ولدك مات، انا ما بغاش نطيق، صافي ما بغاش نطلق من داك الولد، وديك البوليس كيجروني كيقولوا لي اجي اختي عندنا المعلومات، صافي ولدك مات وخلي الولد، صافي راه ولدك مات. وما انا ديك اللحظه ما معايا حتى شي واحد لا خوتي لا حتى واحد، انا غير ما بغاش نطلق من ولدي، صافي هزيتو لي عندي صدري، انا ما بغاش نطلق منه، هما كيجروا يعني ديك القوه هذيك كامله، كل ما ولدي ما ماتش، ولدي ما ماتش، ولدي عايش، انتي انا عايش ما ميتش، يعني شوف انا كنشوف في اخويا بدر، يعني غير ناعس ما في حتى شي حاجة، ما في والو مسكين، صافي البنات خرجوني وانا ما قداش نصبر على ولدي، يعني ديك كنحس بقلبي من الكبدة ديالي يعني كتقطع بحال شي واحد كيحشي فيك الموس وكيجر بكل الجهد ديالو، يعني كنحس بقلبي مسكين كيتقطع على ولدي، من بعد ما كان هو كل شي بالنسبة لي، يعني كان كيفرحني، كنت كنسمع ديك كلمة ماما يعني كنطير بالفرحة، يا بدر ما عمري غنساك. هو ما الطبيب باش كيف مات؟ ما الطبيب ما قالكش كيفاش مات؟ لا انا جايه لك. المهم صافي ديك الساعة قال لي دابا غتعطينا المعلومات ديالو وهذا والنمرة ديال راجلك باش غنعيطوا له، وانت فين كنتي فاش ولدك؟ قلت له انا كنت في شركة، وعيط لي شنو قال لي، شنو قال لي؟ يعني عطيتهم المعلومات، عطيت النمرة ديالو، هما فصلوا عليه، قالوا له اجي تشوفوا ولدك راه باقي عايش، راه كنت دخلتي للطبيب اجي تشوفوا، راه دابا فاق، يعني داروا له ديك القالب المهم باش يجيبوه. صافي المهم جابوه داروا ليه البينوط، طلعوه في الصافيط، جابوه عيطوا لي انا، قالوا لي اجي غتحضر معنا في البحث. المهم فاش دو كيسقسيوه قال لهم فين كنتي انت غادي بهذا ولدي، يعني فاش كيفاش وقع لك تهضر ديك السيده؟ قال لهم انا فقت الصباح لقيت ولدي ملوي عليه الملايه، يعني تخنق بالملايه، انا كنت ماشي به للسبيطار، قال لهم انا كنت ماشي به عند امه باش نديوه انا وياها السبيطار، حيت انا ما كنعرفش السبيطار هنايا، يعني شوف الولد مريض خصو يمشي عند الطبيب ولا غيجي لعندي، وانت ما كتعرفش السبيطار، وكيفاش عرفتي تديتي يعني المره الاولى يعني من درتي كتي ديتيها السبيطار، يعني ليش جايبو لعندي ومره اخرى ديتي؟ يعني شوف دابا بنادم كيقول لك انا كنت ماشي بيه لعندها باش نديوها السبيطار، حيت انا ما كنعرفش، يعني حيت يعني هو غيكون خنقو ياك. لا يعني اللي انا الو؟ كنخدم فيها. الو مشات لك كونيكسيون. كتسمعني؟ دابا كتسمعني؟ قلت لك يعني غيكون خنقو، حيت قال لك خنقاتو المانطا. لا هو كيقول لك خنقاتو المانطا، هو ما كاين لا مانطا لا حتى شي حاجه، فهمتي؟ يعني كيقول لك خنقاتو المانطا، حيت انا عارفه ولدي اخويا بدر هو ملي كيفيق اول حاجه كيديرها كيحيد المانطا على وجهه، ما كيخلي حتى حاجه، انا كنط في الليل وكنغطيها وكنرجع نعس، ملي كنفيق كنلقاها حيد عليه. ولدي تبارك الله ما كانش شي واحد، يعني ما كانش عنده 3 شهور الا باش يتخنق هو بالبطانيه، راه في عمره عام، راه يقدر يحرك على يديه، يقدر يحيد على وجهه، يقدر يدافع على راسه، المهم غنقول المهم غيحيد، انا عارفه ولدي، انا براسي كنقلع معاه كنغطي وجهي بشي حاجه كيحيدها على وجهي، يعني ما يمكنش، ان راه مستحيل شي واحد يتيق على الهضره، يقدر يتيق شي واحد ولكن انا ما نتيقش على الهضره هذه انه تخنق بالبطانيه. وكيقول لهم انا لقيتو سخفه ملوي عليه البطانيه، هزيتو ديتو، انت هزيتيه غتدي الولد، يلا ما كملش عام بالموتور، عيط له بيلونس، عيط لي في ديك اللحظه انا نجي ندير ولدي، كيما عيطتي ليا ملي كنت ملي ديتي السبيطار، عيط لي حتى ملي كان في الدار، انا نخرج ولدي، انا ندي ولدي وهرب. ومن الفوق علاش ههرب مادام من من الفوق علاش هارب؟ يعني السيد اصلا يعني داير شي حاجه من الفوق، هارب من السبيطار، يعني هما اصلا فوقاش عيطوا له، منين عيطوا له قالوا له اجي راه ولدك باقي عايش،
هو كون قالوا له ولدك باقي ميت كوراج ديك الساعه شاد الكار ومشى، واخا هو اصلا عارف راسو ما غاديش يمشي. حيت علاش؟ حيت انا اصلا عارف راسو شنو كاين، عارف راسو مع امه، يعني ما غاديش يخاف. اصلا هي اللي قالت لي هذه الخطه، انا نفهمك شنو كاين. حيت هو علاش قال لهم انا مشيت تما، يعني البلاصه اللي مشيت عند المراه ديالي، حيت عندنا واحد يعني بين الشركه وبين هذا، بين البلاصه اللي ساكنه فيها انا تما، واحد الخلا غير شويه دخله، يعني تما ما كاين لا كاميرات لا حتى شي واحد. يعني قال لهم تما فين عملت كسيده باش يتلف البوليس، فهمت؟ يعني باش المهم يتلفهم ولا هادشي. انا هادشي اللي كيدور لي في عقلي، حيت هو دابا باش مستحيل نفهم. كيقول لك دابا قالك فاش تخنق مازال حي ومشى دار شي قصيده. كيقول اي قال له ملي تخنق كان مازال حي، ومشيت به اللحظه اللي كنت ماشي به للطبيب درت به قصيده. يعني قال لهم قصيده، يعني كيقول لهم سبب الموت ديالو قصيده، يعني تضرب مع شي مش فاهم، حاجه تضرب مع شي حاجه ومع ذلك ما فيه حتى شي ضربه. المهم مشاو البوليس المسرح الجريمه، يعني البوليس كاملين مشاو لديك البلاصه اللي دار فيها الحادث، قلبوا ديك البلاصه ما فيها حتى شي اثر ديال القصيده، والاثر ديال القصيده ما كاينش، يعني بديك الجهه هذيك ما فيها والو، فيها حتى شي حاجه. وانا حاضره في ديك الشيء، انا غير يعني في ديك اللحظه انا ما قداش نهضر، يعني مازال في الصدمة. في الصدمة، يعني بحال ما قداش نهضر. حيت انا قلت لك ملي كنوقع لي شي حاجة مثلا كندخل في الصدمة، ما كنهضر ما كنتكلم، حيت هذاك يعني صافي دخلت مرض. انا كنبقى ساكتة ساكتة، كنوض كنغوت كنقول لهم ولدي فينا هو ولدي، يعني كنوض كنبقى نغوت، المهم تما كنقول لهم ولدي. المهم انا ماشي فاقد الذاكرة، انا مازال يعني كنتفكر ديك الشيء هذاك، يعني داز من عينيا. صافي البوليس كيقولوا له غير اعترف، راك انت اللي قتلتي ولدك، ما كاين حتى شي اثر ديك السيدة هنايا، يعني فين كسيدة هنايا، ما كاين حتى حاجة، يعني غير اعترف راك غتمشي فيها، غير اعترف خفف عليك الجريمة، راك غتمشي بقاتل العمد، راه ولد صغير هذا غتمشي بقاتل العمد. يعني البوليس كانوا مزيرين معاه، يعني كيقول لهم غير نهضر مع موالين الدار، ولا غير نهضر مع شي واحد، يعني حيدوا له التليفون ديالو. ومنين حيدوا له التليفون ديالو كيكتشفوا انه فورماطا التليفون، واش فهمتي؟ يعني ملي قالوا لي واش فورماطي، قال لهم غير انا ملي بديت كندخل التليفون مبغاش يخدم لي وانا مفورماطيه، يعني مسح. يمكنو ديك الساعه كنصون على شي واحد، ولا كنعيط لشي واحد، ولا كنصيفط ميساج لشي واحد فورماطا، باش حتى الا طاح في البوليس ما يلقاو والو، فهمتي؟ يعني السيد ضارب حساب ديالو، زعما انا براسي دابا لحد الان، يعني شهر باش مات ولدي ومازال ما متيقاش هاد الشيء هذا. شهر دابا يعني كنقولي شهر، يعني مات في 17 في شهر، شهر باش مات ولدي. المهم اخويا ما ندير، يعني قال لهم انا فرماتي التليفون حيت ما بغاش يدخل لي، يعني ما بغاش يعمل لي الكود وانا مفرماتيه. ما يبقوا كيديروا معاه البحث، مشينا شفنا الموتور، خويا بدر الموتور ما فيه حتى شي ضربه، ما فيه حتى شي علامه كسيده انه ما كايناش كيناش. المهم بداو كيضغطوا عليه البوليس، كيقولوا له غير اعترف ان ما كاينش هنايا، دابا انت راك كضيع لنا في الوقت، غير اعترف شنو كاين باش نسدو هاد الشيء، غير اعترف شنو كاين انك كذا ما كاينش. قال لهم لا انا فاش فقت لقيت البطاريه ملويه عليه، المهم المنطه ملويه عليه مخنوق بيه، وانا هزيته. المهم السيد كيدخل وكيخرج الهضره، البوليس براسو ما يعني عاقو بيه، واحد البوليس براسو قال له انت ماشي ما بيناش فيك الحاله ديال ولدك مات، يعني ملي كيكون شي واحد الحالة ده ولدو مات، يعني راه كيكون باين عليه الحزن، هو يعني كيهضر ومركز، يعني بحال ما أثرش عليه هذيك موت ولدو، يعني بحال ما أثرش عليه. البوليسي كيقول له أنت أصلا ما باينش عليك أنك أنت كتبكي على ولدك ولا حزين على ولدك، يعني الحزن ما باينش فيك، كده باغي يقول لنا شنو كاين وعلاش درتي هذا الشيء وعلاش قتلتي هذا الولد، يعني شنو دار لك هذا الولد. المهم ديك الساعه قالوا له غتمشي معانا للدار باش نشوف الدار، باش نشوف يعني هاد البلاصه اللي كتقول انت، يعني البطانيه ولا الحوايج خنقوها، نمشيو نشوفوا هادشي. مشينا المهم للدار، يعني شافوا الدار ما فيها حتى شي حاجه، وشافوا البطانيات ديال الولد، يعني المنطه ديال ولدي ما فيهم حتى حاجه، يعني صغارين ماشي غير خنقوها اصلا، منطقة باش ممكن مغطي بيهم فيهم حتى شي حاجه. قال لي ديك البوليسي واش هما هادو المنطقة اللي كان مغطي بيهم ولدي، قلت له ما هادو البطانيات اللي مغطي بيهم ولدي. يعني البوليسي براسو قال لك هاد المنطقة صغارين، يعني راه الولد غيقدر يحيدهم على وجههم، ما غاديش يتخنق بيهم، يعني يقدر يحيدهم على وجههم. المهم صافي داروا المعاينه ديالهم في الدار،
ما فيها حتى شي حاجه، وبزاو صوروها يعني، صوروا اي حاجه بنت لم تما صوروا، ما يم داروا البحث ديالهم. البوليس ديك الساعه كانوا مزيرين يعني، كانوا دايرين البحث ديالهم بصح. صافي رجعنا مشينا، حيت ديك الساعه كانوا طلعوا ولدي من السبيطار، داوه السبيطار ديال الاموات يعني فين كيديروا له التشريح، طلعوه لتما. قال لي واش تقدري تمشي معنا نشوفه الاخير مره؟ قلت له واخا نمشي معاكم. صافي ديك اللحظات مشيت انا وديك الكوميسار، مشينا دخلنا شفنا الولد. يعني انا ديك الساعه ما قداش، انا كنقول لهم غير خلوني هنايا مع ولدي وبقى مع ولدي، انا غير ما بغيتش نحيد داروا على ليه ولدي. التشريح. ونقول ديك داروا ليه التشريح، كنقول لهم انا بغيت غير نشوف، بغيت غير نبقى مع ولدي. ولدي راه مازال يعني باقي غير ناعس، ما فيه حتى شي ضربه، مسكين ما فيه والو. انا كنقول تصور بحال انا بحال تقول ما عرفتش شنو وقع لي ديك اللحظه. كنقول ديك الكوميسار يقدر يكون عايش، يقدر يكون عايش ولدي. كنقول يا ربي غير يقول لي شي واحد ولدك راه مازال عايش ديك اللحظه. يعني كنشوف ولدي وهذاك يعني الفرم اللي كيغطيه، كيقول لي صافي راه غادي ندخلوها الفريك، وانا كنشوف ولدي يعني الكبده ديالي كتقطع يعني ما قداشنا باش نهز ولدي. صافي يعني كنعرف ان صافي ولدي فقدته، صافي ومشى ولا طلع. قداش ننسى هذاك النهار يا بطل، وفي التشريح شنو قالوا لك؟ المهم خاطر رجعنا مشينا للكوميسارية، المهم مع البوليس. بقينا تما دار 9 د الليل، المهم راه 10 د الصباح، 9 د الليل واحد باقيين تما، وما حنايا غير جالسين ما دايرين معانا لا بحث لا والو. يعني ما كيسقسي وما كي ما كي السيد يعني ما دايرينش مع البحث، غير جالس هو. ما نعرف شنو كانوا كيتسناو تما ولا شكي، بس واش كانوا كيتسناو شي حاجة. المهم يعني أنا عارفة متأكدة أن هاديك الملف يعني تشد بالفلوس. صافي المهم يعني ما خلاوش حتى يخرج التشريح باش نعرفوا السبب الموت ديالو، ما خلاو حتى حاجة تلقولو. كنكتشف يعني صافي كنشوف أن راجلي تلقولو حيدو له المينوط وخرج جلس حدانا، يعني أنا وخوتي جالس. أنا براسي بقيتي كنشوف كيفاش دابا يعني سيد يعني باقي ما عرفناش واش هو السبب ولا ماشي هو السبب وتلقولو. المهم ديك الساعة البوليس بقاو معنا 3، وهذيك الكوميسار يعني ماشي بيرمانوس يعني كتضغي مع 4، وكان كنتعجب انه بقاو حتى 9 د الليل. كان بامكانهم يقولوا لنا صافي مشيو حتى الغدا عاد اجيو نكملوا البحث، ولا كان بامكانهم يسردونا البيرمانوس يعني اللي ما كتشدش اللي كتبقى يعني 24 ساعة. هادوك بقاو تما يعني الرئيس ديال الدائرة وهادوك بجوج يعني بقاو تما. شنو كيتسناو والله اعلم، هما ما كيديروا معنا لا بحث لا حتى حاجه. يعني ديك الساعه كان خصني نفهم انه كاينه الفلوس في هذا الشيء، كان خصني نفهم، كان خصني نقول لهم انا ما غنفلش ولدي تنعرف باش مات، ولكن فين هذا العقل؟ يعني الصدمه اللي كنت فيها انا وديك الحاله اللي كنت فيها، ما كنتش كنفكر، ما تطيحليش على بالي انه ابي يقدر يدير شي حاجه لولده. ما تطيحليش اخويا بطل على بالي. وانا ديك الساعه فاش ديك الحاله الصدمه اللي كنت فيها، هما لعبوا اللعب ديالهم ديك الساعه، كانت الضربه جايه يعني، وانا انا ما حسيتش يعني. صافي المهم ديك الساعه كانوا عطاو الفلوس، تلقوها خرجنا مشينا يعني، قالنا اجي غدا تديو الامر بالدفن. مشيت بحال الحمقى ماشيه برجليا الغد ليه، مشينا لعندهم داونا هما في الصافي، مشينا للمحكمه دخلنا، وهذاك اللي عطانا الامر بالدفن ماشي وكيل الملك يعني غير نائب وكيل الملك، دخل المهم دار معنا تحقيق حتى هو. قالنا واش انتي كتشكي؟ قلت لهم انا كنشك في اي واحد انا براسي نقدر نشك فيه، انا خصني نعرف ولدي باش مات. يعني في هذه اللحظه هذه هضرت مع الهضره، قلت لهم انا خصني نعرف ولدي باش مات. انا ما كنتش حاضره مع ولدي، انا خليت ولدي صحه وسلام، خصني نعرف هذا الولد هذا باش مات، وخصني نتابع القضيه، خصني نعرف باش مات. انا اصلا واخا كنت كنهضر يعني هو براسو، يعني الهضره ديالي كيدخلها بودن كيخرجها من ودني، حتى هو كان مشبر الفلوس وشابع يعني كيدير الخدمه ديالو ما قدام الناس وصافي. يعني بحال كيقول لك انا داير خدمتي، واقفين فين هاد الخدمه، انا حسابي كنضرب على وكيل الملك هو غير النائب ديالو. المهم حتى هو رجع هضر مع البحث، قال له شنو وقع له، عاود له حتى هو الهضره اللي كيقول البوليس قال له. المهم قالنا صافي مشيو غتاخدوا الامر بالدفن. بقينا جالسين كنتسناو، ودخلنا عند واحد جوج ديال كتيب تما، واحد اخر مفوض، عطاونا الامر بالدفن. مشيت يعني تصور
انا ما دايرينش لا بحث ديالهم لا حتى حاجه. ديك الساعه تكلخت، انا ديك الساعه بصح تكلخت، ما كانش ليا ندفن ولدي، ما كانش ليا ندفنو. تنعرف باش مات، تنعرف شنو باش مات، وانا تحليش على بالي، خاطر ما تحليش على بالي انا ولدي قدر يدفنني. ديك الصدمه هذيك شويه مشينا البلاصه اللي كيديروا فيها ميه الطبش الشرعي، سبيطار الأموات، طلعنا لتما مهم باش يعطيونا الولد ندفنوه. أنا فاش دخلت يعني مشيت سقسيت، قلت له واش عملتو هاد التصريح؟ قال لي ديك الطبيب قال لي عملناه. قلت له واش نقدر نعرف سبب الموت؟ شاف فيا قال لي علاش كتسولي في هاد الشيء؟ قال لي إلا بقيتي كتبحتي بزاف راكي غير غتصدمي وغنشوفك حمقى يعني في الشارع كدوري حمقى. قال لي من الأحسن ما تسقسيش، ولدك مات والله يرحمه وادعي له بالرحمة ومشي دفن ولدك. يعني بهذه الطريقة هذه جاوبني، قال لي ما كاين ليش تعرفي. انا ديك الساعة كان خصني نفهم ان الناس سيد شاد الفلوس، يعني ديك الساعة كان خصني نفهم انهم هما يعني شادين الفلوس. كان عليا نقول لهم انا ما دفناش هاد الولد، تنعرف باش مات. يعني فهمتيني اخويا بدر، يعني ما كان خصني ندفنه، تنعرف باش مات، يعني تنعرف سبب الموت. المهم ديك الساعة جات لابيلونس، خرجناها مشينا دفناها. يعني كنشوف القبرة ديالي كتدفن حدايا، كنشوف صافي مشينا دفناها. فاش رجعت المهم زاهلة داخلة، فاش بديت كنتفكر، فاش بديت كنرجع داكشي اللي داز بين عيني، كنشوف ان داكشي كامل تخربيق. ولدي ما مات لقصيدة حتى حاجة، رجعت خصني نعرف باش مات. يعني القلب ديالي حاس. المهم فاش رجعت للدار اللي كنا فيها، دخلت غير دخلت يعني كيقول لي الاحساس ديالي ولدي مات هنايا، ولدي مات في هاد البلاصه هادي، الاحساس ديال الام ما يخيبش. كنقول ولدي مات هنا، ولدي ما مات هنايا. هي بقيت رجعت بقيت كنسقسي الناس، قلت لهم دابا نتوما وين الجيران ديالي؟ كنقول لهم نتوما ما سمعتوا لا صداع لا دي حتى حاجه، لا سمعتوا لا بكى ولدي، ما سمعتوا حتى حاجه. نطت واحد الشارة قالت لي أنا سمعت ولدك في 8 الصباح كان كيبكي، يعني 8 الصباح كان كيبكي ورجلك كان كيمعصب وكان كيغوت، ما نعرف مع من كان كيتخاصم في التليفون. المهم كان كيهضر بالجياد والغوات ديالو، المهم كنسمعو. وبحكم أنا الدار ديالي والدار ديك الجار يعني كتسمع الأصوات، ملي كنكون كنضحك مع ولدي ولا كنلعب معاه كتسمعنا هي، يعني السرجم حدا السرجم كيتسمع. قالت لي أنا ولدك ما بقيت كنسمع لا صوتو لا اللعب ديالو، المهم الصوت ديالو ما كاينش في الدار، بحال تقول ما كاينش. قالت لي المهم ما بقيتش كنسمع لا البكا ديالو لا اللعب ديالو لا صوتو، ما بقيتش كنسمعو. قلت لي شويه وانا نشوف راجلك مخرجه من الدار، يعني في الحاله اللي كان فيها ولدك. نقول لك ديك الساعه كان ميت او اللي كان سخفان، المهم ما كانش كيتحرك جوته، وهي مخرجه من الدار جوته ما كيتحركش. فاش رجعت خويا بدر البلاصه اللي درنا فيها البحث، كنكتشف يعني البوليس اللي داروا البحث ملي قلت لهم الملف نكروني، كيقولوا لي ما دوزتيش عندنا حنايا. كيفاش ما دوزتيش؟ يعني ما داش البحث انا، يعني كيقول لي ما داش عندنا البحث، ماشي حنا اللي شبرنا الملف. هما اللي كانوا الناس كيقولي ماشي حنا اللي شبرنا الملف. رجعت بحال الحمقى، رجعت مشيت للمحكمه اللي درنا فيها يعني اللي من عطانا مهم الاذن من الدفن. رجعت كنسقسي على الملف، يعني تصور السميه ديال ولدي ما كايناش، كنعطيهم سميتي كيقولوا لي ما كاينش هذا الملف عندنا، سميت راجلي ما كاينش هذا الشيء. صافي عقلت بلوكا، صافي ديك الساعه عرفت ان يعني الملف تقدر المهم ما كاينش ليه الاثار. كنسقسي صافي عقلي غادي يوقف، نقول كيفاش دابا انا ولدي ما نعرفش سبب الموت، ما نعرفش علاش مات، وكنشوف ان واحد اخر يعني عايش حياته بخير وانا ولدي دفناه. هادشي مني شنو نقول لك؟ تحلكش مع داك الاحساس اللي كنحس بيه، ما عرفو حتى شي واحد غير اللي مجرب الاحساس ان ولدك يموت. تقدر يعني واخا ديال الله سبحانه وتعالى ومنين تزاد هو مكتب عليه غادي يموت، ولكن ما نعرف ناخذ لي حقه، باغا نعرف المهم الحقيقه، باغا نوصل للحقيقه. المهم بديت كنبحث سنين نعرف غير الرقم المحضر، غير اشنو وقع لولدي، باغا نعرف غير التشريح شنو خرج فيه، يعني شنو كاين. من حقك تعرفي نورمالمون. من حقي نعرف، ولكن شكون غادي يقول لك هذا الشيء؟ يعني التشريح ما شفتوش، يعني ما شفتو ولا انا، يعني المحضر ديالنا الملف ما شفتوش، يعني شني كاين ما شفت حاجه. يعني رجعت عند البوليس، بقيت كنهضرت ديك الساعه دخلت نيشان عند الرئيس،
ديال الدائره فاش دخلت لعندو قلت له عافاك انا بغيت نعرف التطورات ديال الملف في القضيه ديال ولدي. قال لي كيفاش؟ قلت له انا ولدي الله مات ونايا دوزنا البحث وانتم انتما كتنكروني. دخلت عند الكوميسار كيقول لي حنا ما دوزنا حتى حاجه، يعني شوفي الدائره اللي تابعه ليكم. ديك الساعه كيشوف فيا قال لي حنا داز عندنا يا الملف، حنا درنا البحث، حنا درنا المعاينه، وحنا اللي درنا الاحاله للوكيل المالي. قلت له انا متاكده ولدي ما ماتش بكسيده. النطق اللي نطق به قال لي ولدك ما ماتش بكسيده، ولدك مات مخنوق. صافي باش سمعت هاد مخنوق، يعني مخنوق ما يعني ما طاحت ليش على بالي، حيت كان هذاك الطبيب اللي كنت قصيته في المره الاولى اللي الطبيب الشرعي اللي دار لي هنا التشريح قال لي لقينا نزيف داخلي، وقال لي سبب الموت انه جاتو ضربه في راسو نزيف داخلي. فهمتي؟ هو يعني وهاد يعني الكوميسير ديك الرئيس ديال الدائره كيقول لي لا ولدك مات مخنوق. صافي فاش قلت له دابا بغيت الرقم حضر، عطاني ديك الرقم. ملي مشيت مهم عند المحامي هضرت معاه قلت له دابا غادي تشبر هذا الملف هذا وبغيت نعرف الحقيقه وبغيت نوصل شنو كاين، بغيت نعرف الملف حيت الملف ما عطيهش ليا. فاش مشى لي كيلقى ان التشريح ما كاينش، يعني المحاضر المعاينه ديال الدار المعاينه ديال البلاصه اللي دار فيها كسيده ما كاينش، يعني مبدل فيها بزاف د الحوايج اخويا بدر، يعني داخل الفلوس في القضيه، يعني شي واحد عندهم هنايا، يعني واخا كنجي انا نوصل للحقيقه ما كان يعني كيغبروا. فهمتي؟ يعني كنشوف ان ولدي مدفون وانا ما عارفاش السبب، باش يعني كنشوف انه يعني كان عنده شي دخله في هذا الشيء يتعاقب باش انا قلبي يرتاح. انا قلبي دابا شعلة في العافيه، تصور دابا انا فين ما نمشي كنسمع صوت ولدي كيجيني في ودني، كنعس كنبقى نهلوس بسميت ولدي كنبدا نقول له نعس، يعني شواني في الكبدة ديالي، يعني كنشوف ان هاد السيد هذا ما داعي على نفاقة، ما كنقول له صرف عليه، ما كنقول له حتى شي حاجة، يعني انا اللي خدام على ولدي، علاش زعما يعني ولد صغير عنده شي حاجة يواجهني، علاش غادي نمشي ندير شي حاجة لولد صغير يعني يواجهني انا؟ واخا كنقولوا انه ما دار والو، ولكن اللي ماشي مظلوم اللي باري اخويا مقدر ما كيمشيش يغبر، يعني يحيد الحقيقه، يعني ما تبانش، يعني يخلي كل شيء باش انا نعرف يعني ولدي باش مات. يعني فاش كنقول له الساعه باش مات وباش، يعني هو كيقول لك تخنق باش، شنو السبب باش تخنق واش من ساعه مات وكيفاش وقع ليه؟ وشي كيقول لي مات بكسيد، يعني عنده ضربه في راسو، راسو تشق ونزيف داخلي، واحد كيقول لي مخنوق باش تبغى تعرف الحقيقه. باغا نوصل للحقيقه، يعني الا كان داير شي حاجه لولدي يعني تعاقب، حيت كنشوف راسي يعني ضعيفه، ما كاينش اللي وقف معايا، يعني خوتي اصلا ما كيتسوقوش لهذا الشيء، يعني ما على بالهم حتى بحاجه، وكنشوف يعني ان واحد اخر عايش حياته يعني ما مسوقش. انا تحرمت بولدي وولدي مسكين ترزا في حياته، مازال صغير مازال ماري ما عارف حتى شي حاجه في الدنيا، يعني علاش زعما هذاك الولد غادي ترزيه؟ اشنو دار لك؟ يعني انا اللي كنهضر معاك ونقول له درتي شي حاجه، هو كيقول لك لا ما درت والو، ولكن عنده شي مشكل معايا كان خصو يواجهني انا. وانا كنشوف انا دابا كنبقى نفكر كنشوف اين المشكل، هذاك السيد هذاك الولد شنو دار لي؟ عتي فهميني والو، هضرتي معاه نورمالمون، هضرتي معاه مازال والو. هضرت معاه ملي كنت البحث، ملي كان البحث يعني ملي كان ديك الساعه مازال، وملي دوزنا ديك السيمانه هذيك، يعني قلت له بغيت نعرف غير ولدي شنو وقع لي، يعني كيقول لي نفس الهضره اللي كيقول البوليس. نقول لك انا فقت الصباح لقيتو ملويان عليه المنطط، وانا هزيتو باش نديه للطبيب، يعني باش نديه لعندكم، من عندك نديوه للطبيب. هادشي اللي كيقول لك، يقول لك درت كسيده انا في الطريق، يعني شوف الولد سخفان ومشيت به هذا لعندك وغامشي للطبيب، يعني ورجعته كيقول لهم واش الولد دابا؟ المهم غنمشي ما مشوش بعيد اخويا، يعني هذا ما عندو لا غير داك الهروب. علاش هرب؟ دخلتي للطبيب وهربتي؟ علاش هربتي؟ علاش هربتي اول حاجه؟ وعلاش فورماتي التليفون؟ وعلاش يعني هربتي؟ وعلاش دابا مثلا يعني بلاتي، يعني الولد مازال ما كملش عام، يعني مازال صغير، علاش غتهزو في الموتور؟ يعني حتى هذا الموتور هذا علاش ما تعاقبش عليه؟ وزيد عليها ما عندوش سيروس، علاش ما تعاقبش؟ انا بغيت غير نفهم علاش، يعني علاش هذا الشيء هذا خرجوه ومازال ما خرج تقرير تشريح شنو فيه؟ يعني هو المتهم الرئيسي، يعني هو اللي كان معاه الولد، والولد دخل ميت، يعني علاش ما تابعوهش؟ علاش طلقوه؟ انا بغيت غير نفهم،
يعني واخا انا فطري ما درت حاجه للولد، علاش يعني؟ اول حاجه ما عندوش راسيرو، ثاني حاجه يعني الولد صغير ما خصوش قاعد تهز في الموتور، وحنا كنعرفوا ان لهجتي ولد صغير في الموتور كتعاقب عليه كاينه ولا ما كاينهش اخويا. انا واخا يعني ما قارياش في الخير، ولكن كنفهم انا ولد صغير هزيتيه معاك كتعاقب عليه. هو يعني ما كاين لا لابيلونس عيط لا لا طاكسي مشي شبر طاكسي، ولا عيط لي انا، ولا عيط لتما خوتي غير حداه، عيط هو وامه. كيفاش عيط له؟ هو عيط لتما كيقول لها انا اناني، هو هي هو قال له انا راني قتلت ولدي ولا شي حاجه، عطاتو ديك الخطه قتلو مشي دير كسيده باش تقول لهم انا داير كسيد. توقع اي حاجه من دوك العائله يعني هي عمرها سقسات فيا، عمرها سولت فيا، عمرها صونات عليا. ولد ما جاتش عندي دوس معاند، ما عمرها صونات عليا حتى ديك اللحظه اللي مات ولدي عاد صونات، وفي ديك اللحظه اللي مات في الجنازه جات حتى ما زعما عاد جيتي باش تشفي زعما عاد جات ديك الساعه. علاش ديك الساعه جيتي؟ يعني جات باش توقف مع ولدها باش يعني ولدها ما يدخلش الحبس، يعني باش تجي تهضر مع البوليس وتعطي في الفلوس وتحرك في الفلوس وتمشي من هنا وتجي من هنا باش ولدها ما يمشيش يدخل الحبس. ولدها هي كتخاف عليه، ولكن ولاد الناس غير يموتوا. المهم اش غنقول لك اخويا بدر، انا قلبي ما غاديش يبرد الا ما عرفتش الحقيقه، الا ولكن كنشوف يعني. والمحامي دابا شنو قال لك المحامي دابا حاليا؟ المحامي اللي كندير اخويا بدر غير كيتدخل معاه، المهم كيهضروا معاه، كيبدا المهم ينسحب شويه بشويه، كيبقى يقول لي لا يعني غير غتسكت تخسري في الفلوس وغير بعدي. ملي كيشوفني انا الحاني من جهتي انا ضعيفه يعني صافي كيرجع ينسحب، كيرجع صافي يعني كيبدا يبعد من القضيه، كيقول لي لا انا ما نقدرش عليها. اين مدينه كنت تسكني دابا ايمان؟ اين مدينه؟ انا في طنجه. فين؟ في طنجه. طنجه حاليا؟ حاليا في طنجه، والحالي يعني البلاصه اللي وقع فيها الحادث ولدي في طنجه. الى شي واحد حاليا بغى يتدخل في هذا الموضوع ديالك ويعاود؟ ما كرهتش اخويا بدر، ما كرهتيني انا، ما بغيت حتى شي حاجه، باغي غير نعرف الحقيقه، باغي نوصل للحقيقه، باغي غير نعرف باش مات الا كندير شي حاجه لولدي يتعاقب. انا باغي غير يتعاقب، باغي نعرف، باغي ناخذ، باغي ناخذ حق ولدي باش نقدر نرتاح، باش تقدر تبرد لي هاد الكيه اللي عندي في قلبي. اللي بغى الرقم ديال ايمان من طنجه، هو ايمان اسم مستعار ياك؟ اللي بغى الرقم ديال ايمان يتواصل معنا عبر الصفحه الرسميه بي ا دي اخ او اسباس اش اي ال اي، اللي بغيتي نحطوا الرقم ديالك في اللايف راه ما عنديش مشكل، ولا بغيتي حتى اللي يطلبوا لنا تعطيوه نحطوه في اللايف ماشي مشكل خويا. واخا اختي الرقم ديالك في اللايف في الواتساب ياك؟ في الواتساب. كلشي قيد الرقم ديال ايمان، كلشي قيد الرقم ديال ايمان. ايمان اختي الرقم ديالك عفاك. 06 21 72 69 عاودي فتي شحال؟ 24 06 21 ياك 72 69 24. بالنسبة للناس اللي باغيين يعاونوا إيمان هذا هو الرقم ديالها الشخصي 06 21 72 69 24، هذا هو الرقم ديال إيمان من طنجة. إيمان نتمنى أن ربي يبين الحق، ونتمنى أنك تضحي في ولاد الناس، لأن بصراحة أنا فيما مشيتي كاين الزوين وكاين الخايب. نتمنى تضحي في شي إنسان ولا في شي واحد مسؤول يوقف معك حتى تبان الحقيقة ديالك، سواء كان مظلوم، كان داك السيد مظلوم تبان الحقيقة، كان ظالم يتعاقب، ولكن راه محقك تعرفي ولدك كيفاش مات، هذا محقك. فتنتمناو من السلطة ديال طنجة أنها توقف ولا تدخل في الموضوع ديال إيمان، تعرف بولدك كيفاش مات من حقها. فالله يصاوب، نتمنى ربي يدير لك اللي في عافاك والبركة في راسك، ونتمنى تعيط لي شي نهار وتلقي بانك هذا اللغز هذا اللي مضرك انك لقيتي ليه على الحال. كلشي ديما ايمان، انا ما بقاش كيجيني الناس، انا ما بقاش كيجيني الناس، تصور التفكير ديالي كامل غير في هذا الشيء.
صباح كنشوف اي حياتي اي اي تقريبا كانت عندي حياتي اللي بلا ولدي، يعني كندخل للدار كنتفكر وكنسمع نعم الصوت وكنشوف الناس مع ولادهم كنتفكر ولدي، كنقول زعما يعني شو انا ما غاديش نقول لك زعما انا كنعتمد القضاء والقدر على الشيء ديال الله سبحانه وتعالى، ولكن كان بامكاني نشوف ولدي يعني باقي حي ودع ولدي يعني يموت في يدي يعني يموت حدايا. انا باش انتيني ديك الصدمه هذيك ديك الموت المغدور هذيك الموت المفاجاه يعني ما نبغيها حتى لشي واحد، يعني في لحظه انا يجيك يقول لك اجي لوديتو ملي تمشي توصل تلقى ولدك مات، هذيك تسمى الغدر. انا حسيت بالشمته حيت انا اللي جبت مجرم من حدايا، انا اللي جبت وسكنت مع ولدي يعني كنحس بالشمته حاليا خدامة هاد تديري شي اللحظه. حاجة؟ حاليا انا خدامه، ولكن هذه 15 يوم ما خدمناش حيت الشركه اللي انا خدامه فيها وقفت. نتمنى كذلك الناس حاليا طنجة اللي دعنا قدر يعاونها في شي خدمة ولا يعاونها في شي حاجة ما كرهناش. ان شاء الله يا ربي يا قادر. نتمنى من الله تعيط لي قريبا والناس كاملين امين. شكرا غينتظروا لك شنو درتي. نتمنى ما توختليش علينا.